مساءكم سعيد وحلقة جديدة والستات ما بيعرفوش يكذبوا. أرقام تليفوناتنا هتظهر على الشاشة وأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك منتظرين تواصلكم مع أسئلتنا ومع المواضيع اللي هنطرحها النهاردة. النهاردة الحلقة على رأي مفيدة، حلقة ساخنة جدا، موضوع مهم بيشغل بال ناس كتير في المجتمع. احنا قبل كده اتكلمنا عن البطالة، إنما صالخير كنت والله هقول حالا صالخير يا ست أميرة. طب همسي على صحباتي منى ومفيدة، ازيكم يا بنات؟ انتوا وحشتينا. بس هو الفكره في ايه؟ ان أميرة جايه من ساعه ما جت ما دخلت الاستوديو وهي نعسانه، فكنا مستنيين لها الغلطه دي عشان احنا عارفين من كتر ما هي تعبانه ان هي بس ما شاء الله. وما يجي بس عايزه اقول يعني من كتر ما انا نعسانه انتبهت فطلعت زقطت السكه حديد. بس انا عايز اقول لك يعني الوانك حلوه النهارده. طب ما كلكم مشرقة قمر ونجم. مش كلكم الوانكم حلوه؟ طب على فكره احنا يعني بنرتب كده وربنا بيساعدنا. سهله معانا كده مفيده بتعدي عليا في الاوضه شافت الجاكيت متعلق قالت لي تلبسي اصفر. ده كنت البس انا كنت البس بلوزه قعدنا نقصر بعض بقى. طب والنبي لا تخليك انت في الاصفر ده، خليكي في الاخر. هي اثرتني كنت... على نفسها. لا والله ابدا يا منى، اصل انت موضبه وانا عارفه انك انت عشان توضبي الجاكيت الاصفر ومعاه القميص الموف والطرحه رحنا على الاوضه والنبي يا مفيده يعني انت لو عايزه تعملي كده فعلا اتفضلي. وانا كل كنت البسه بلوزه صفر خلاص انت انا هلبس بكره بقى. طب انتوا مش ملاحظين ان احنا يوم نغمق ويوم نفتح مع نفسينا كده على حسب المود بقى. بتيجي كده يا ربيت غامق يا فاتح على ارجع اتفضلي يا اوكي. النهارده حلقتنا حلقه فيها موضوع مهم جدا. احنا كنا اتكلمنا عن ازمه البطاله كتير. النهارده هنتكلم عن زاويه اخرى او وجه اخر من اوجه مشكله العمل متعلقه ب انفاتك الميري. بس قبل ما هنتكلم في موضوعنا وفي حلقتنا وندردش فيها ونقول مين ضيوفنا، خلونا نستعرض معاكم مجموعه من الاخبار. وخلوني اقول لكم حاجه، انا كنت لسه بقول لمفيده ومنى، بقول لهم احنا هنقدم مجموعه الاخبار دي تحت عنوان كبير اسمه العشوائيه وعدم الدراسه والتخبط. في قرارات كتيره جدا بتطلع من الحكومه في اتجاهات مختلفه، كل قرار منهم لما نمسكه ونقعد نحلل فيه ونفصص فيه كده نلاقي اللي بيجمعهم كلهم انه طلع قرار انفعالي عشوائي من غير دراسه، بحيث كله تخبط ويقولوا ويرجعوا ويقولوا ويرجعوا. عندكم ايه؟ عندنا طبعا القرار اللي واخد نسبه كبيره جدا من المتابعه لكل مشاهدينا، اغلاق المحلات. احنا كنا قبل كده وكل اسبوع كنا بنتكلم ونادي رئيس الوزراء من فضلك يا فندم لو حضرتك شايف ان القرار ده مش هينفع يتعمل الغيه. الغي حلو انك تطلع تقول والله احنا فكرنا غلط والموضوع ما ينفعش ان احنا نعمله وهنلغي القرار ده. لكن النهارده القرار نزل، ولما بنشوف القرار اللي نزل بالمواعيد حقيقي بنقول طب ما كان لغاه احسن. هو احنا كنا من امتى بنعمل عكس كده؟ يعني لما حضرتك تقرر النهارده انك تقفل المحلات الساعه الاول، مع احترامي بس الاول عندنا هم قسموا القرى والمدن، فقال لك الورش اللي تحت البيوت تقفل في القرى الساعة 9 وفي المدن تقفل الساعة 10، محلات اللي في القرى تقفل الساعة 10 وتقفل الساعة 11 وفي المدن تقفل الساعة 12، ونخلي الدليفري، هنخلي المحلات الدليفري على أساس إن الدليفري ده مش هو الحاجة الأساسية اللي موجودة. طب ما خلينا أحسن نفضل زي ما احنا. هو احنا كنا بنقفل قبل كده؟ لا ده احنا لسه هنقول. طب انا شايفه ان المصلحه ست منى بقى لسه المطاعم كافيه وقال لك الورش المقلقه قوي للراحه وحدادين وحاجات بتخبط يعني من الساعه 9 في القرى والمدن. لكن اللي ما شاء الله ربنا يفتح عليهم وكله هيشتغل بقى في ايه محلات الفرد الكاوتش والحاجات دي هي اللي هتفتح مفتوحه يعني. منى لما احنا ماشيين فممكن تبقى فكره مشروع كبير حلو يعني. طيب هو ده اولا انتوا مطاعم كمان في حاجه لا لا استني في حاجه مهمه، هم تراجعوا عن تنفيذ القرار. هم الاول قالوا سيبدا القرار بعد العيد، وبعدين قالوا هيبدا من السبت الجاي، وبعدين قالوا هننفذ القرار بس هنستنى لما نعمل لائحه تنفيذيه. فالناس قالت طب ما هي اللائحه التنفيذيه هي اللي بتحدد تفاصيل اي قرار، ازاي تصدروا قرار وتحددوا ميعاده وانتم ما عندكوش لائحه تنفيذيه تحددوا؟ وبعدين اتحاد الغرف التجاريه قال مش موافقين، والداخليه قالت الوضع الامني لا يسمح، قالوا لا برضه هننفذه، وفجاه قالوا هيؤجل الى اجل لسه ما تحددش. ولما ان شاء الله الاجل اللي لسه ما تحددش يا صديقاتي العزيزات لا هو تحدد يجي لا لا ده كلام لسه نوفمبر. انت عارفه قال لك ايه؟ قال لك ايه كمان؟ قال لك الموضوع اللي احنا بنقوله ده ما تحددش كل مره بيزيحوا. قال لك بتاع الساعه 11 و12 والمطاعم الساعه 2 ده كل ده هينفذ تدريجيا.
عشان كده بقول لك يعني ثلاث اربع اشهر ما قفلش برضو يعني قبليها بساعه دايما او ساعتين يقول لك يخفف الاضاءه الخارجيه بتاعه المحلات. وفي كمان الكافيهات والمقاهي يعني هتفتح للساعه 2 بس ما عدا غير مسموح بجلوس يعني هم كده وفروا الساعه 2 واحنا كنا من امتى بنقفل قبل الساعه 2؟ لا لا في اماكن بتقفل بس بصي اولا خليني هم بيحاولوا يعني بيحاولوا هي الفكره زي ما بتقول اميره في العشوائيه يعني ما فيش دراسه للشيء قبل ما نعرضه على ما فيش دراسه وبالتالي كل حاجه هتطلع حلوه او وحشه زي ما منى بتقول كده مش ده الموضوع. صيدليات قال لك هتشتغل طول الوقت تفتح حر طبعا عشان العيان يجيب دواء ومحطات البنزين مع خفض الاضاءه برده من مع خفض الاضاءه الاضواء المبهره لا مش اضاءه عاديه من فضلكم خفض الاضواء المبهره وانا عايزه اعرف انا عايزه شارع في جمهوريه مصر العربيه يبقى نسبه الاضواء اللي فيه اضواء مبهره عشان نخفض الاضواء المبهره اوفر طبعا. طبعا يعني برضو التراجع ده في حد ذاته استجابه لمطالب الناس وفي نيه كويسه. طب خلونا ايه رايكم نحاول ننظم دماغنا مع بعض على الترابيزه ونقول الاتي. هم طلعوا قرار مش دارسينه. ايوه وده شيء سلبي. لما الناس غضبت من القرار النهارده بيقولوا يا هنأجله يا هنتراجع. اذا كان التأجيل والتراجع استجابه لراي الناس شيء مهم اننا نستجيب لراي الناس لكن ده ما يخليناش ننسى ان القرار عشوائي وان الكلام اللي اتقال هنقفل الساعه 10 لا هنقفل 12 لا هنقفل 11 ثم ابتدوا يفنطوا الحاجات. الصيدليات ليها مواعيد والبنزين ليه مواعيد والسياحي ليه مواعيد. قبل كده ما كانوش بيقولوا الكلام ده يعني اللي بيجي على دماغهم بيقولوه بالظبط. لما كان القرار ده في الاول خالص كانت الفكره ان احنا نوفر صح صح اول ما ابتدوا وبدأوا نوفر الكهرباء نوفر عايزين احنا عندنا ضائقه في ازمه في الكهرباء فاحنا بنفكر سوا. طيب انتوا قعدتوا على الترابيزه انتوا مسؤولين دارسين عارفين عندكم تجارب من بلاد تانية محدش خالص جاب سيره ان احنا طبيعه غير طبيعه وان احتمال عندنا نسبه كبيره من الناس اللي بيشتغلوا اكتر من شغلانه وعندهم مشاكل. حد قال لكم والله خلي بالكم الحته دي فرجع واحد تاني رد عليه قال له طب والناس اللي برضه بيشتكوا من المواعيد دي طب نعمل معاهم ايه؟ يعني نوعيه الحوار ده انا واميره ومنى لما بنقعد على الترابيزه ما بنبطلش كلام ونقرف بعض لغايه ما نقرر في قرار. ما بالك لما يبقى انت قاعد على ترابيزه فيها رئيس الوزراء وبيقرر قرار مصيري لكتير من المصريين هنلتزم بيه وهنفضل ثابتين عليه ازاي؟ يعني ازاي في الاخر خالص ما ناخدش قرار ما فيش قرار عندنا كمان يا مفيدة من الاخبار الحكومة برضو رفعت اسعار الكهرباء كهرباء المنازل سرا ده عنوان عن المصري اليوم قالوا او ان في مصادر حكومية بتقول ان تحريك اسعار الطاقة الكهربائية للاستخدامات المنزلية دون الاعلان عن ذلك وان في ناس ابتدت فعلا الشهر الاخير تشتكي من كلنا من ارتفاع انا عايز اسال سؤال هم كلنا. في مثل بيقول ما حدش يزمر ويخبي دقنه ايه تاني؟ لا يعني بصي اصل انا بحترم امثالك فانت بتقولي لي امثال فوقي بقى كده محدش يزمر ويخبي دقنه ليه هو ايه علاقه التزمير ما هو بيزمر من بقه ودقنه اهي يعني هيخبيها ازاي وهو بيزمر فهمت اوكي هترفعوا اسعار الكهرباء سرا ازاي ما احنا اللي بنستهلك الكهرباء والفواتير جايه الفواتير جايه مش عايزين يفاجئونا بس ما يخبوش ما هم فاجئونا هي زادت بالفعل في الشهر الاخير فجول. يعني نتمنى نبقى بس مستعدين ربنا يستر لا تخبط ولا عشوائيه في القرار ده ليه ما حدش يطلع وزير الكهرباء يطلع يقول والله يا جماعه احنا قررنا ان احنا هنرفع الفاتوره ايه مفيده ما حدش ناقص وجع دماغ بقى ما هم عارفين انهم اول ما هيقولوا هنرفع الكهرباء هيطلع ناس يقولوا لهم ليه وبأمارة ايه والكهرباء بتتكلف كام وانتوا بتاخدوا كام والدعم كام ويطلع الدراسات احنا بقى لنا فتره طويله مش قادر على الشغلانه بتاعته بيجي لك فاتوره مش هي خالص تكوني مسافره مثلا حاجه تجي لك فاتوره عاليه جدا ما اعرفش يقول لك متوسط وحاجات كده ارقام كبيره جدا انا مره جات لي فاتوره 3000 اتضرري يعني بيشتكي والله 3000 جنيه بقيت واقفه قدام الفاتوره اتاكد ان ده اسمي انا اللي مكتوب 3000 جنيه فاتوره كهرباء طب انا عملت ايه ب 3000 جنيه بعدين رحت سالت قال لك ده متوسط الشهور متوسط وتدفعي وتضرري ببساطه شديده لما تبقي بتاخدي قرار بيعبر عن مصلحه الناس يبقى عندك من الشجاعة والقوة انك تعلني عنه وتدافعي عنه لما تبقي بتاخدي قرار يا اما مش مدروس
يا اما في تخبط، يا اما انت عارفه انه هيضر الناس، تحاولي ما تواجهيهمش، لانك لما بتواجهيهم بتسمحي لهم بالتعبير عن غضبهم ورفضهم والضغط عليك. بس النهارده الشعب بيغضب وبيعبر عن غضبه ببساطه شديده. انا هرفع سعر الكهرباء، فانت هتطلعي تقولي باماره ايه ترفع سعر الكهرباء، وهيطلع 70 مهندس متخصص بيشتغل في الكهرباء وسابقين وحاليين في كل برامج التوك شو يقولوا تعالوا حاسبونا وميزانيه الدوله والحكايه والروح. انا عندي سؤال، هم مش عايزين وجع الدماغ ده، بيسكوا على الفيلم. هم اللي مش عايزين وجع الدماغ دول بيشتغلوا لمين؟ يعني لينا. لمصلحه مين؟ لينا. متاكده؟ هم بيقولوا كده، هم بيقولوا كده. لان من واضح ان معنى كلامك ومعنى كلام منى النهارده الحقيقه يا منى بتقول لك معنى كلامي، معنى كلامك بتلبسني مصيبه خالص. معنى كلام انا استني، ما انا هاكد عليه دلوقتي، انا داخله اقول لك ان معنى كده ان الساده الوزراء الموجودين يا اما تكونوا بتشتغلوا عشان خاطر تحاولوا تريحوا المواطن المصري، يا اما حد تاني يقدر يشتغل يريح مواطن مصري. او تسمحي لي فضل. او يكون عندهم ازمه اقتصاديه واجهوا اطلعوا قولوا، فيطلعوا يكشفونا ويحترمونا باعتبارنا ناس كبار ونقدر نقدر المسؤوليه ونربط الحزام ونتحمل الشفافية. ونيجي على نفسنا والله. ونقول أنا معاكي جدا. احنا هنضحي سنه، هنضحي سنتين، هنتحمل لانه في برنامج مرسوم لما نتحمل هنوصل له. لو احترمونا وعلى راي منى استخدموا معانا الشفافيه هتبقى الدنيا 100 فل و10. والسؤال لما في الخباثه كده عيب عيب، احنا طيب. عندنا المرحله احنا دي خلاص، وعندنا اخبار كمان. يلا يا منى، انا اقول لكم اقول احد الاخبار التي تعبر عن التخبط، واسمحوا لي الخبر ده لازم نقوله يعني واحنا مربوكين جدا. احنا من اسبوعين من اسبوعين قلنا الحمد لله يا جماعه وزاره التربيه والتعليم لغت نظام المسابقه زغرطت ورجعت لاسلوب اللجان العلميه المتخصصه في المناهج. فقلنا يعني ايه؟ قلنا يعني كان في حد بيقول هنعمل مسابقه، وبعدين الوزير قال لا ما فيش مسابقه، عندنا لجان علميه هتحدد المناهج. نصر قويه وفرح، وقعدنا بقى ايه نصور بقى ونسقف، قلنا في الاخر خسر عندنا كتب بقى زي بتاعت امريكا وزي بتاعت كندا كده، والعيال يفرحوا كده ويتعلموا حلو. وبعدين حصل ايه؟ فجاه النهارده اعلنوا هيرجعوا للمسابقه تاني. الله، هي المسابقه كانت صح؟ طب لغيتوها ليه؟ طب اللجان العلميه صح؟ طب لغيتوها ليه؟ طب المسابقه غلط؟ طب رجعتوا لها ليه؟ ولا هو مين بيعمل ايه؟ مين بيقرر ايه؟ مين بيدرس ايه؟ بس ولا تعليق خلاص، بخلص على ابدا. في تعليق تاني نقول، هي الترابيزه اللي كنت حضرتك قاعد عليها سياده الوزير وزير التربيه والتعليم، وكان حواليك حضرتك المجموعه اللي كنت بتسالهم عن حقيه او الموضوع ده ينفع ولا ما ينفعش، محدش قال ينفع او ما ينفعش، ما كانش في تجارب من مدارس، ما كانش في تجارب من مدن اخرى. يا ستي مدارس ايه؟ نفس الفكره، مدارس ايه يا ستي؟ مدارس ايه؟ هم اعلنوا، بصي الخبر مكتوب ازاي، وزاره التعليم تعود لنظام المسابقه بعد اقل من اسبوعين من اعلان الوزير الغاء نظام المسابقه. طب انا ما عنديش مانع ان يبقى يعني مسابقه، بس يبقى ليها معايير. يعني المعايير هي ايه؟ ايه المعايير اللي هنختار عليها الناس اللي هيخشوا المسابقه دي؟ احنا عايزين هم يا منى يا ستي عندهم لطيفة. كفاءه معينه في التعليم او خبره، عايزين حد يقول لنا السيد الوزير من اسبوعين لغى نظام المسابقه ليه؟ ثم النهارده رجع له ليه؟ طيب اظن ده سؤال بريء، وكل الناس اللي في البيوت معنية بيه. حضرتك لغيت المسابقة ليه؟ وبعدين حضرتك رجعت للمسابقة ليه؟ من حقنا نعرف. فضلوا بقية الأخبار. بعد كده الطقس يعني أو الإرصاد بيقول إن في طقس غير مستقر يوم الخميس والجمعة الجايين، وأمطار غزيرة جدا، وهيئة الإرصاد توقعت انخفاض درجة الحرارة بشكل واضح وعدم استقرار الطقس، وسقوط مع توقع سقوط أمطار كثيفة ورعدية قد تصل إلى سيول في منطقة سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح. يعني أتمنى وبقى يعني أتمنى من قلبي إن يبقى الأرصاد صح، والخميس والجمعة يبقى الدنيا بتمطر، ما أصحاش بقى يوم الخميس ألاقي الشمس حارقة والدنيا حارقة والجو مش قادرة أخد نفسي، وبعدين تيجي تقول لك إيه سوري أنا بقى مش قادرة أكمل. لا أتمنى، عايزة أقول حاجة، أنا تعبت من كلمة سوري. لا عايزة أقول حاجة، إنه برضو إحنا ظلمة، وبعض الناس برضو بتلقي اللوم على الحكومة إنها المسؤولة على إن يوم الخميس والجمعة هيبقى فيه أمطار رعدية وبرق ورعد. بيقول لو الحكومة شايفة شغلها ما كانش هيبقى فيه لا أمطار رعدية ولا سيول، وده تربص بالحكومة ظالم جدا جدا جدا. كلمة في المسرحية أحسس وأعتذر. أنا زهقت خلاص، تعبت.
تعبت. موضوعنا النهارده خلصنا اخبارنا. موضوعنا النهارده ببساطه شديده، ان فاتك الميري اتمرمغ في ترابه. ان فاتك الميري اتمرمغ في ترابه كان شعار قديم، انه خريجي الجامعات والدبلومات والمدارس المتوسطه في من سنين قديمه قوي كانوا بيشعروا باهميه وقيمه للوظيفه اللي تبع الحكومه، بحيث هي دي الامان. انا هبقى متوظف في الحكومه على الدرجه الثالثه والرابعه والخامسه، وكان في اغاني واوبريتات وكلام من ده. لما حصل الانفتاح الاقتصادي وابتدت الشركات الخاصه تخش والشركات الاجنبيه، وابتدى يبقى في استثمارات حتى مصريه، ابتدى يبقى القطاع الخاص بيفتح مجال واسع جدا للعمل. تصوروا انه في دراسات بتقول ان النهارده 2012 الشباب اصبحوا عازفين عن الوظائف بتاعه القطاع الخاص، وعايزين يرجعوا تاني يتوظفوا في الحكومه، عملا بالشعار بالمثل البلدي اللي بيقول ان فاتك الميري اتمرمغ في ترابه. ليه؟ أيوة. ليه؟ ده ليه حصل لان القطاع الخاص استغنى عن 20% من العماله عنده. فطبعا يعني السنه اللي فاتت السنتين الاخرانيين عشان التغير الاقتصادي العالمي عموما. لكن عايزه اقول انا يمكن ما كنتش احب احكي الحكايه دي. انا امبارح واقفه قاعده في عربيتي مستنيه زوجي، يعني فجي حد يعني فل قميص ابيض وراجل يعني تحسبهم اغنياء من التعفف، ويكاد يبكي بيقول لي انا قاعد في بيتي بقالي 3 اشهر مش عارف اعمل ايه، ووفروني وكده. يعني ما يعني خدي ده بقى، قيسي ده على كل مستويات البلد. طب يعني من كبير لصغير في ناس فعلا قعدت في بيوتها القطاع الخاص. في القطاع الخاص. فطبعا النهارده ده درس للشباب. اتمسك في اتمرمغ في تراب الميري زي ما انت بتقولي، هتلاقي عندك معاشات، هتلاقي يعني انت بتؤيدي الفكره دي، بتؤيدي فكره الميري دي. هنضطر، بس هي بطاله مقنعه برضو. في الاخر في ناس مش بتروح. احنا ما بقيناش يا جماعه بنتكلم عشان عايزين نبقى دوله اقتصاديه وبتقدم عمل متقن، لا ده احنا بنقول يا رب عمل، يا رب شغل، يا رب وظيفه. بس احنا انت مؤمنه بالميري ده؟ احنا اتربينا وطلعنا على موضوع او على كونسبت حجز المكان. احنا عندنا مشكله كبيره جدا، مجتمعنا دايما كل الشباب يقول لك انا هشتغل في الخاص وهفضل مصاب لغايه ما تجيب شغلانه كويسه في الخاص، بس حته الميري مهم عشان احجز بيه مكان، علشان لو حصل حاجه هنا الاقي مكانه هنا يدخل لي معاش وانا فاتح بيت وعندي عيال. فلازم في ولا حاجة بأتقن هنا ولا بأتقن هنا. وهو عارف كويس جدا انه الميري ده وهو رايحه لا هو الشغلانه ينفع يشتغلها ولا هو هيشتغلها ولا حد هيسأله انت رايح فين وجاي منين. ما هو إلا مكان حاجز. أنا حاجز النهاردة مكان، أو أنا حاجز مكان في الحتة دي عشان تديني المعاش الفلاني. طيب. غير كده ولا هو مهتم بالميري ولا بأيام الميري ولا بصناعة. تتحول الحكومة ويتحول الجهاز الحكومي لجراج في بطالة مقنعة. المؤسسة الحكومية أو الهيئة الحكومية اللي عايزة 5 موظفين يبقى فيها 50 موظف. ده يترتب عليه أنهم يبقوا قاعدين في أماكن عمل صعبة جدا، يترتب عليه أنهم مش قادرين يبقوا مؤهلين للوظيفة، أنهم بيروحوا يمضوا وبيزوغوا. إذا كان فكر المجتمع هيتحول لأنه الحكومة أضمن زي ما مفيدة قالت كده، أخد معاش وتأمين صحي، وبعدين مش بس كده، ولما أروح أتقدم لعروسة أنت بتشتغل فين؟ أنا بشتغل في وزارة الصحة، أنا بشتغل في وزارة العدل، بعمل إيه؟ بقبض كام؟ مش مهم. في دراسة اتعملت السنة اللي فاتت قالوا رقم الحقيقة أنا استوقفني جدا جدا جدا. قالوا إن سنة 2010 كان في 1,000,000 وظيفة في القطاع الخاص مطروحة. يعني القطاع الخاص المصري سواء استثمار او شركات مصريه او استثمار اجنبي او كذا، عنده 1,000,000 وظيفه عايز ناس تشغلها ولم يتقدم الشباب. هيردوا علينا يقولوا لنا ده ما حدش بيروح غير بالواسطه وبالمحسوبيه. لا، في 1,000,000 وظيفه ما حدش تقدم لهم، في نفس الوقت قاعدين على القهاوي مستنيين انه يجيبوا لهم وظيفه في هيئه الكهرباء ولا في وزاره الصحه ولا في وزاره العدل. انا عندي سؤال كمان عايز اساله لكل اصدقائنا وليكم، ليه دايما عندنا وجهه نظر او ليه احنا دايما مصدقين ومقتنعين ان لازم الحكومه توفر للشباب وظيفه؟ ليه احنا دايما واخدين طريقه الفكر ان الحكومه عليها انها توفر للشباب دول شغل، ان الحكومه لازم تخلق لهم فرص عمل؟ هل احنا اصبحنا مجتمع متكاسل لدرجه ان هو مش عايز يدور هو ينفع في ايه؟ مش عايز يدور ان هو ينتج لمصر؟ في ده لما الحكومه تشجع المستثمرين انهم يعملوا مشروعات خاصه وتديهم تسهيلات وامكانيات طبعا. ما هي كده الحكومه بتوفر عمل طبعا. بس مش عند نفسها.
يعني الحكومه لما تحط خطه واجيب مستثمرين وابني مصانع وشركات. بس اللي انت بتتكلمي فيه دي نوعيه عماله بتبقى العماله اللي مطلوبه للشغلانه دي لازم تبقى مؤهله انها تشتغل جوه الشغلانه دي. طب ليه احنا مش بناهل الشباب خشي بقى على الاصل بين الخريجين وسوق العمل يعني طبعا. خش طبعا. بقى على دي احنا ما عندناش سوق العمل ده. طب احنا عندنا التعليم ده موضوعنا مهم جدا ومعانا ضيوف مهمين هيناقشوا القصه دي. ضيوفنا مين يا منى؟ ضيوفنا في فقره او الفقره الرئيسيه حلم الوظيفه الميري دكتوره سرية عبد الجواد استاذ الاجتماع بجامعه المنوفيه والكاتب الصحفي استاذ صبري سعيد. اسئلتكم بقى وتليفوناتكم قولوا لنا فعلا انتم بتحبوا الوظيفه الميري والقطاع الخاص لا بتخافوا تتسرحوا شغلكم عقودكم تخلص بتخافوا ما يبقالكوش معاشات ما يبقالكوش تأمينات الأزمة جاية منين؟ بعد كده عندنا ايه يا مفيد؟ هتقولي الأول سؤال الفيسبوك تحبي الأول قبل ما نقول صح برضه عشان ليه علاقة برضه بالوظيفة قفلنا الموضوع. طيب سؤال الفيسبوك لأصدقائنا على صفحتنا هل تعتقد أن ثبات الوظيفة أهم من قيمة الأجر؟ هل تعتقد أن ثبات الوظيفة أهم من قيمة الأجر؟ سؤالنا طالع على الصفحة يعني المهم أبقى متوظف حتى لو باخد ربع مرتب وأدور على شغلانة تانية ده أهم ده أأمن ده أضمن. إيه رأيكم؟ أنا شايفة أنه نعم لا ربع أحيانا كتير جدا من الشباب بيفكر بمنطق نعم نعم منى نعم احيانا مش عارفه هنعرف نعم. راي ضيوف ناس كتيره جدا بتبقى عايز تشتغل اي حاجه في الحكومه بس مجرد تضمن مكان. انا رايي انه احيانا برضو السبب انهم بيبقوا عايزين يمسكوا العصايه من النص يعني نعم. عايزين يتعينوا في الحكومه ويشتغلوا في القطاع الخاص ويبقوا ماسكين الوظيفتين. ما هو نعم لان هو أحياناً. مش مهم عنده الاجر. لا انا رايي انه احيانا أوكي. طيب هنشوف بعد كده عندنا ايه؟ بعد كده طبعا النهارده الثلاثة الفقره الطبيه مع منى وهيكون معاها الدكتور خالد عزت استاذ طب الاسنان بجامعه القاهره. والنهارده منى هتتكلم مع الدكتور خالد في موضوع مهم جدا العدوى اللي ممكن تصيبنا من عيادة الدكاترة مفروض يحصل ايه مفروض يبقى الموضوع متعقم ازاي الدكتور يبقى شكله عامل ازاي. كل اسئلتكم طبعا غير اسئلة عن مرض الاسنان عندكم اي مشاكل في السنان ابتدوا ابعتوها لنا على النهارده يعني كمان هنوضح لجمهور الاحتياطات اللازمة اللي احنا لازم نقدمها او نسأل عنها قبل ما نروح عيادة طبيب الاسنان. طيب هنطلع فاصل طبعا سوير ده ملاش حل بس ما مش هقول يا سوير مش هقول فقرة ستات. حاضر يا استاذ محمد وانت مهم عندك تعرف فخر. حاضر يا استاذ محمد المخرج بتاعنا بيقول فقرة ستات بتاعتنا اللي فيها مطبخ هيبقى فيها عشان اعرف انا هاكل ايه هتاكل مسقعه مهم عندي وعند جمهور كمان ايوه ادي طاجن المسقعه شكله فظيع ومغري اهو معانا ياسمين سامي من القاهره هتعمل لنا مسقعه. هنطلع فاصل ونرجع نبدا فقرتنا الرئيسيه حلم الوظيفه الميري بعد الفاصل. الوظيفة الميري والحلم هل شبابنا ما هماش مؤهلين للعمل في القطاع الخاص فبيبقوا مش حاسين بالأمان لو اشتغلوا انهم هيترفضوا في أي وقت؟ هل القطاع الخاص لا يحافظ على حقوق العمالة سواء بالتأمينات أو التأمين الصحي أو دوام الوظيفة بحيث انه بقى الالتحاق بالقطاع الخاص رغم ارتفاع المرتب حلم جميل لكن الأول لازم نبقى مأمنين ظهرنا بوظيفة حكومية؟ هل تحول الجهاز الحكومي الجراج كل واحد عايز بس ياخد ورقة او انه سركي انه متعين في الحتة الفلانية وبعد كده يدور على اكل عيشه لكن لما يروح يخطب يقول انا بشتغل في الوزارة؟ هل حصل تغير في فكر الشباب في المجتمع ده اللي هنناقشه النهاردة في حلم الوظيفة الميري كأننا رجعنا للثلاثينات والاربعينات والخمسينات مع ضيوفنا الأستاذة الدكتورة سرية عبد الجواد أستاذ الاجتماع بجامعة المنوفية والكاتب الصحفي الأستاذ صبري سعيد أصدقائنا ونورونا قبل كده أهلا وسهلا بيكم. بداية في عصر المفروض أنه يكون فيه طموح ويكون الأجيال اللي جاية عندها حب أو تحقيق ذات عايزة تحققه لنفسها رجع مفهوم تاني إن فاتك الميري. إيه اللي خلى الشباب النهاردة والصغار السن يفكروا بالطريقة دي دكتور؟ يعني أنا عايزة أقولك دي قضية إحنا عندنا في المجتمع المصري بتاعنا من قديم الأزل حكاية الميري. حتى كلمة ميري بالمناسبة يعني سببها أساسا أنه العمل الذي يلتحق به الشخص عند الأمير أي عند الحكومة
يعني تحرفت الكلمة بقت ميري. فالعمل لدى الحكومة بيكتسب أهمية خاصة لدى المصري تحديدا، يعني من أيام الفراعنة الحقيقة مش من دلوقتي، ومن ضمن حتى التعليمات الواضحة للناس زمان في بعض الأقوال من عصر الفراعنة، يقول للمواطن يعني ركز جهدك ونشاطك لكي تكون كاتبا. وكلمة كاتبا دي ما هيش كاتبا يعني يكتب رواية، إنما كاتبا يعني يعمل لدى الحكومة، موظف. ودي يعني شيء مرتبط بطبيعة الدولة. بس ما في شك 30 سنة اللي فاتوا كان الشباب بيهرب من ده وبيروح للصنعة والحرفة بالقطاع الخاص. اللي غير الوضع وإيه اللي يعني إحنا في الثقافة إحنا في الثقافة بتاعتنا في إن الحكومة أو الدولة دائما بتقوم بشكل بتحمي المواطن، بتحميه بمجموعة حقوق، تأمين ومعاشات وعلاج، وبتحفظ ليه كيانه عند الفصل أو عند يعني في حاجات كتير. لكن اتغيرت النظرة دي لما السوق تحول إلى القطاع الخاص، وبدأ إن المشروع الاستثماري أكثر جذبا. لكن الحقيقة لما نيجي نتكلم ونقول إيه اللي خلى الناس رجعت تاني للميري، إنه الحقيقة إن وضع القطاع الخاص والأنشطة الخاصة ما هياش واحدة، مش كلها مدرة للدخل، ومش كلها حامية للأفراد، ومش كلها ذات مكانة عالية، وبالتالي اللي بيتبقى منها مهن ما بتكونش تحفظ حياة كريمة للمواطن أو للخريج. الحاجة الأهم بقى الحقيقة أن معظم الوظائف في القطاع الخاص بتتطلب نوع من المهارات ونوع من الإمكانيات ونوع من التدريب. إذا ما كانش المواطن وإذا ما كانش الجامعة قادرة على أنها تخرج شخص بالشكل ده، فبيصعب تماما الالتحاق بوظيفة مناسبة. هنا يصبح العودة لحلم الوظيفة الميري هو الملاذ وهو المخرج وهو الحاجة اللي بتظل سواء في الثقافة أو في الواقع بيلجأ إليها الشخص. أستاذ صبري، في مقولة ياريت حضرتك أشوف وجهة نظرك فيها لو موافق أو معترض، بتقول إن كتير من الشباب حاليا عايز يروح ويتجه لوظيفة في الميري أو في الحكومة علشان هو ما عندوش نفس يشتغل، هم كسالة. هم ما عندهمش الإحساس إن هم ممكن ينتجوا أو ما حدش بيساعدهم على الإنتاج، فبالتالي أوفر لهم أنهم يقعدوا في مكتب معهم 20-30 ما تفرش معهم، بس هو وظيفة خلاص. صحيح، أنا مع حضرتك طبعا في المقولة دي. هو القضية الحقيقة لها بعدين أساسيين. البعد الأول أن فكرة العمل الخاص مرتبط أساسا بفكرة القدرة على المغامرة، لأن العمل الخاص بطبيعته يتحمل مخاطر. وفكرة المغامرة عموما لدى المصري بمناسبة الدكتورة لما عرجت على تاريخ مصر القديم تقريبا غير متوفرة، بحكم أن الدولة دائما كانت دولة مركزية وراعية. والحقيقة ده مش في مصر بس، يعني في مصر على طول تاريخها بحكم أن احنا كنا عايشين على شريط وادي صغير، لكن أيضا في معظم النظم الشمولية أو ما يسمى النظم أصحاب التوجهات الاقتصادية الحمائية. الحمائية بمعنى أن الاقتصاد شمولي وأن الدولة مسؤولة عن كل حاجة. ده النماذج دي كانت موجودة في أوروبا الشرقية كلها، كانت موجودة في الاتحاد السوفيتي وفي روسيا. أنا بس عشان ما نخصش أن مصر فقط هي اللي فيها الأزمة دي، حقيقة أنا عملت حوار مع في أماكن تانية كتير، عملت حوار مرة مع أحد رجال الأعمال الكبار وهو الشيخ صالح كامل في المملكة العربية السعودية، قال لي بالحرف الواحد انه لما انهار الاتحاد السوفيتي وهم كان لهم استثمارات في روسيا، قال ان المواطن الروسي ما يعرفش يعني ايه بنك، المواطن الروسي ما يعرفش يعني ايه عمل خاص، يعني فكرة البنك ده ما يعرفوش، لانه الدولة كانت هي صاحبة اقتصاد حمائي ومسؤولة عن المواطن من اول ما يتولد لغاية ما يطلع سن المعاش. بالمقارنة بقى بأوروبا اللي فيها كل حاجة على البنك وكل حاجة في البنك انه فكرة السوق، فكرة السوق. الحقيقة طبيعة الاقتصاد المصري، احنا هنتكلم على مرحلتين اساسيتين ما يسمى في تاريخ مصر المعاصر اللي بيبدأ مع ثورة 23 يوليو وحتى 2012. كان في ثلاث أنواع من النظم الاقتصادية عشان بس نشوف ظاهرة ليه الشباب ما بيروحش على القطاع الخاص وليه الشباب بيروح للجهاز الإداري المتراحل اللي هو بين قوسين هو ما بيسموش جهاز إداري، هو بيسميه الدولة الحامية، الدولة اللي بتعمل له تأمين، اللي بتطلع له معاشة الولاد، حتى وهو عارف إنه إن هذه الأموال ضعيفة جدا ولا تتناسب مع الاحتياجات العامة، ولكن في أيضا في نفس الوقت هي تتناسب مع قدراته الحقيقية، لأنه فكرة العمل الخاص زي ما هو محتاج مبادرة، محتاج مغامرة، محتاج أيضا مهارات محددة للتعامل، والمهارات دي بتيجي من التعليم اللي هو بيخرج
التعليم ده لازم نعمل انبوت معين علشان يخرج، وده مش موجود في منظومه التعليم. ارجع لطبيعه النظام الاقتصادي في مصر من 52 حتى الان. مرينا بتجربه الاقتصاد الحمائي من سنة 52 حتى سنة 1975 مع سياسات الانفتاح الاقتصادي للسادات في القطاع العام، اللي هو القطاع العام والحكومة، اللي هي طلعت فيها بقى انفتك الميري، اتمرمخ في تراب، انه طول الوقت هي الدولة الحارس، هي الدولة الامن، هي الدولة المظلة، هي الدولة بتاعت ايه، بتاعت بابا وماما. فمن الصعب جدا انه يحصل تحول كبير. حصل مع سياسات الانفتاح الاقتصادي في بعض انواع او بعض الصناعات المعينه المرتبطه بسوق محدد، واحنا شفناه اللي كان الله يرحمه استاذنا العظيم احمد باقي الدين، اللي كتب مقال في الاهرام عن سداح مداح وتم ايقافه وايقاف العمود بتاعه من الرئيس رحمه السادات. هنا فكره حتى القطاع الخاص ما كانش منظم بدرجه كبيره. جينا وصلنا الى ما يسمى التخصيص، وده حصل في اواخر الثمانينات، وبناء عليه انشئ ما يسمى الصندوق الاجتماعي للتنميه، الخصخصه، اللي هو مكافحه البطاله والدفاع عن اثار التخصيص. وكان دور الصندوق الاجتماعي للتنميه الحقيقه هو اللي هيحقق المعادله دي، انه يدي قروض صغيره للشباب يعمل اما مشروعات متناهيه الصغر عشان يبتدوا يكونوا نفسهم، الحقيقه التجربه ما نجحتش لعده اسباب. واحد، ان ايضا الشاب كان بيتعامل مع الصندوق على انه جزء من الدوله، برضه بابا وماما، اتنين ان الصندوق كان بيديله ببعض الشروط ان المشروع اللي ما بينجحش ويحقق نسبه الفوائد 8%، واحنا سمعنا من حوالي 10 سنين لو تفتكروا في الالفيه، بدايه الالفيه، ان كتير من القضايا اترفعت على اصحاب هذه الصناعات، فالولاد الشباب كان بيخاف يقول لك ايه اللي هيوديني اخد قرض ب 50,000 جنيه فالمشروع هيفشل فتسجن، يعني مش بس مش هيشتغل فيتسجن. فهنا الموضوع مرتبط بحاجتين، مرتبط بفكره القدره على المغامره، ودي مش موجوده الحقيقه، فكره انه العمل الخاص مرتبط بمهارات محدده، الصلاحيه، وبالتالي هو بيرتكن الى الدوله والجهات الاداريه. في توضيح الحقيقه لما ننظر للمشروع الخاص، الحقيقه المشروع الخاص اللي بيتكلم عليه الزميل صبري، مشروع الخاص ان يقوم الفرد بنفسه كده انه يعمل مشروع الخاص، انه يفتح محل، انه يعمل كافيه، انما بنتكلم على ما يسمى القطاع الخاص في العمل، اللي بيبقى فيه اشخاص مسؤولين عن هذا العمل ودارسينه، لا في اشخاص مسؤولين، وانا انا موظف عنده. موظف. فهناك فرق بين طبيعه المشروع الخاص الذي يحتاج بالفعل الى المبادره والى التدريب والتعليم و و و والمشروع ان انا بعمل لدى اخر في مشروع خاص. بس في الحالتين، دكتوره سرايا مش فارق برضو شاب بسيم في المين. انا بس عايزه اقول انا بتحمل مخاطر مشروعي انا لو انا اللي بعمله لوحدي، ولكن مشروع الاخر ايه هي المزايا الحقيقه اللي بنقول انه دايما الدوله بتبقى حاميه لحاجه مهمه جدا، وهي فرصه الثبات للحصول، عمل ثابت ودخل ثابت، وهذا هو المطلوب من اي عمل في الدنيا، انك انت تحصلي على دخل ثابت، انه هذا الدخل يكون دائم، انك انت تحصلي على تقدير اجتماعي ملائم. مساله التقدير الاجتماعي عندنا الحقيقه مرتبطه اكتر بالعمل في الحكومه والمكانه الاجتماعيه. الفكر ده اللي هو متقاصر. خليني اسال حضرتك واسال الاستاذ صبري في الجزئيه دي تحديدا. الحكومه هي الامان. ايوه، ما يقدروش يرفدوني. انا ليا تامين صحي وليا معاش. القطاع الخاص، المؤسسات الاستثماريه الكبيره والشركات، القانون بيلزمها بده، يعني ما تقدرش تفصل العامل الا وفقا لشروط. وبيلزمها بالتامين الصحي وبالمعاشات، ورغم كده عجز القانون يمنح العامل الاحساس بالامان. عايز اسمع راي حضرتك ليه والاستاذ صبري. طيب الراي الحقيقه انا عايز اقول ان اللي بيحكم دلوقتي سوق العمل الخاص في مصر قانون. هذا القانون بالرغم من انه فيه ضوابط وفيه حمايه للعامل، الا ان صاحب العمل دائما له اليد الطوله، ويستطيع ان يتحايل، ويستطيع ان يرتكب جرائم ضد العمال. وهو ودايما بيبقى العامل او الموظف بتبقى وضعيته اقل من الناحيه الحمائيه وضعيفه. دكتوره يتحايل، شوفي حضرتك قلتي الجمله، يعني انا هقول لحضرتك التحايل ده مش عيب القانون. لا، التحايل في القانون بالمناسبة، التحايل بنص القانون، بنص القانون، انه احيانا بنجد دلوقتي، يعني انا الحقيقة موضوع مهم جدا اللي انتم بتطرحوه، عايزة اقول لحضرتك شوفي كل يعني محطات البنزين اللي في مصر، شوفي كثير جدا من الصناعات في مصر اللي هي بنعتبرها صناعات مكملة لصناعات اساسية. عارفة حضرتك كل محطات البنزين في مصر
اهم حاجه بالنسبه للعامل ان يكون في تعاقد وعقد بينه وبين صاحب العمل. كويس. بيلجأوا للعمل عند اصحاب الاعمال دون عقد، لانه لما يقول له امشي مفيش اي حاجه يعني بتربط بينه. اذا حضرتك بتقولي ان القانون قاصر؟ لا، القانون موجود، بيشوف قاصر. صح. قاصر. في مشاكل. في مشاكل. بحيث انه لا يحقق الحمايه لعامل القطاع الخاص. بالزبط. رايك الحقيقه والحقيقه برضو عشان نرجع الموضوع تاني، لا يعني فكره انه عدم وجود فرص في الجهاز الإداري أو الجهاز الحكومي يعني أن الدولة تسحب يديها عن تنظيم سوق العمل. حقيقة برضو هذا فهم خاطئ لما يسمى النظام الرأسمالي أو نظام الاقتصاد المفتوح المرتبط بسوق العرض والطلب. حقيقة برضو معظم الدول اللي كانت قيد التحول من نظام شمولي حمائي إلى نظام مفتوح كانت بتمر بالأزمة دي. الحقيقة ما قعدتش 30 سنة اللي احنا قاعدينها، لأن الدولة كان لها دور. أمثلة كتيرة جدا في أوروبا وأمريكا وهو أكبر الأنظمة الرأسمالية توحشا، لكن مثلا لو تتذكروا البرنامج الانتخابي بتاع بيل كلينتون سنة 90 اللي لو تفتكروا المنشط الرئيسي اللي عال الاقتصاد الأمريكي هزم بوش، ونجح بيل كلينتون بمجموعة من البرامج كلها كانت مرتبطة بالتأمين الصحي، مرتبطة بالتأمين التعليمي، مرتبطة بتوفير فرص عمل للشباب، خدمات اجتماعية. وده رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اللي اقتصاده قايم على الاقتصاد الرأسمالي المفتوح الحر. لكن هناك دور لما يسمى دور الدولة المنظم حتى في الدول الرأسمالية. فإحنا حتى لو كنا توجهنا إلى اقتصاد المفتوح، لكن الدولة أيضا لها دور فيما يلي. واحد، انه طبيعه الجهاز الاداري المتراحل ده اللي نسبته تقريبا 6.9 مليون موظف بنسبه 1 الى كل 13 مواطن، ودي اعلى نسبه على مستوى العالم. على مستوى العالم كله اعلى نسبه هو بنسبه من 2 ل 20، احنا من 1 ل 13. فالجهاز الاداري كل 13 مواطن لهم موظف، لهم موظف. فده اللي عمل المشكله. لكن في نفس الوقت مش معناها ان الدوله تسحب ايديها عن تنظيم سوق العمل. بمعنى ايه؟ بمعنى انه فكره الاستثمارات الأجنبية، الاستثمارات الداخلية، فكرة ما هي المشروعات الملائمة لهذا الشباب الموجود، ما هي مكافحة البطالة، أي نوع من البطالة، أي نوع من المهارات توفرها الدولة من خلال أساليب التعليم. بمعنى مدخلات التعليم. أنا عندي سؤال تاني. يتفق مع أنا عندي سؤال تاني. أنا بقول أو أميرة بتقول والله ليه القطاع الخاص ما قدرش يوفر الإحساس بأن هو قادر أنه ينافس القطاع الحكومي في الأمان، في الأمان. طب ليه القطاع الحكومي ما قدرش يعمل مواصفات معينة وشروط معينة لأي واحد عايز يشتغل في المجال ده يخليه من يطلع منه ان هو يشتغل في مكان محترم، يشتغل على قد إمكانياته، على قد دراسته؟ ليه دايما بصين على اللي بيشتغل في الحكومة هو أقل واحد، هو ما عندوش أي نوع من الطموحات، هو ما عندوش أي نوع من الإمكانيات؟ ليه النظام يعني الحكومي يبقاش الأعلى؟ يعني أنا عايز أقولك ده مرتبط الحقيقة بالنظام الاقتصادي اللي ساد في مصر عبر سنين طويلة، وبداية من سياسة تعيين الخريجين في السيادتينيات. إحنا القضية يعني ده من زمان. طبعا القضية مش النهاردة بادية عندنا. فسياسة تعيين الخريجين في الستينات أوجدت جهاز إداري متراهل. وعلى فكرة الجهاز الإداري والبيروقراطي المتراهل هو علامة مميزة من علامات النظام المصري برضو. ده ميراث فرعوني يا فندم. ميراث فرعوني. يعني جمهور سياسة تخريج الأفندية. يعني ده حاجة محطوطة في التاريخ. يعني ده حاجة تاريخ من الأزل. وعلى فكرة برضو يعني هذا الوضع موجود في دول كثيرة جدا وفي دول متقدمة ورأس مالية. لكن الحقيقة لأنه في خطة وسياسات اجتماعية واقتصادية بتؤدي إلى فتح مجالات في العمل، بتخلي جمهور الموظفين اللي في الحكومة بيخدموا خطة الدولة. ليه جهاز الإداري بيترهل؟ لأن الخطة الاقتصادية بتاعة الدولة كلها ليست خطة قائمة على الإنتاج أو توظيف الموارد أو الترشيد في الموارد واستغلال الاستغلال الأمثل، نتيجة لأن إحنا نظام اقتصادي غير محدد المعالم وغير محدد الهوية، وبالتالي بتفشل الخطط الاقتصادية وبيصبح جهاز الحكومة جهاز عبء على الدولة أكتر منه مؤدي وظائف للسوق الاقتصادية، بحيث أنها تتطور بشكل تلقائي وتفتح فرص عمل جديدة وتفتح مجالات للعمل جديدة، ويصبح على فكرة أعلى المرتبات في الدول الرأسمالية بعيدا عن العمل الخاص هو موظف الحكومة. يعني دكتورة سرية معانا تليفونات، بعد كده نسمع رأي صبري في نفس الموضوع اللي سألته مفيدة. معانا ثلاث تليفونات. معانا أستاذة سعاد، مساء الخير. أهلا، مساء الخير. أهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا يا مدام منى. اهلا وسهلا حبيبتي، اتفضلي. مدام مفيده ومدام اميره. اهلا وسهلا يا روح. اذا كنت انا يعني عامله مداخله معاك، فده نتيجه برضو اني انا مريت بتجربه شخصيه. ايه بقى؟ عندي 3 اولاد، بنت وولدين. لما جت البنت تتعين ما رضتش تتعين في الحكومه، وانا اصلا كنت بعمل في دار القضاء العالي. فقالت لي لا يا ماما، هو ده اصلا مجال انا ممكن اشتغل فيه؟ والولدين كان ليهم نفس المنطق. ليه؟ زي ما قالت مفيدة، ان اصلا ما فيش تطور في مجال الحكومة ايا كان، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل. فدايما الشاب بيحاول ان هو يلتحق باي عمل قطاع خاص حتى لو مش هيضر عليه مرتب. بالظبط. عشان يعني حضرتك يا مدام سعاد عايزة تقولي انه اللي احنا بنناقشه النهاردة ده اولادك فكروا عكسه. ايوه، عايز اقول لحضرتك الكلام الميري انه يتمرق في ترابه. ده كان ايامينا. اوكي. دلوقتي الشاب عشان كمان ممكن يعمل اللي هو الموضوع بتاعنا، ان هو يشتغل في الحكومه، ممكن يعمل ايه؟ طبعا الحكومه غالبيهم كلهم بيخرجوا الساعه 2 الظهر. طب هو الواقع يعني يا استاذه سعاد انه طبعا في شباب كتير دلوقتي ابتدى يفكر في كده، لان الحاله الاقتصاديه صعبه. يشتغل لغايه الساعه 2 ويخرج يشتغل في عمل ثاني. صحيح. ياخد اجازه بدون مرتب ويلتحق بالعمل الخاص، فيبقى صاحب ما ايه عملين في الحكومة وفي القطاع الخاص. لكن شباب كتير جدا ما بتحاولش انها فعلا تشتغل في الحكومة للعملية البرستيج بتاعها. نشكر حضرتك جدا يا استاذ سعاد. انا رغد على التليفون. انا وسهلا يا رغد، اتفضلي. رغد. الو، السلام عليكم. رأفت. اهلا وسهلا استاذ رأفت. اهلا وسهلا، اسف يا فندم. استاذ رأفت حضرتك يا استاذ. اتفضل يا استاذ رأفت، عايزين نسمع راي حضرتك. بس هي الموضوع اللي بتتكلموا فيه حضرتك ده مهم جدا جدا جدا. اتجاه بعض الشباب للعمل الحكومي، وانا برضو مع احترامي للاستاذه الفاضله اللي لسه كانت قبل مني. مدام سعاد، انا اشتغلت في القطاع الخاص حضرتك 17 سنه. فكر ان الشباب بيعزف عن العمل بالقطاع الخاص حاليا بدور على العمل الحكومي رغم قله المرتب، وده سبب ان في بطاله مقنعه بالعمل الحكومي، وبيسعى لعمل اخر النهار تاني وبيبقى مجهد وتعبان لعدم وجود الامان بشركات القطاع الخاص، لوجود فساد وتسلط من جانب الكثير والكثير من اصحاب الاعمال، ويقوم بتشريد العاملين وطردهم من المصانع في اي وقت. وده اللي حاصل دلوقتي بشكل كبير، وهذا حدث معي بالفعل، وكنت مديرا اداريا لاحدى شركات القطاع الخاص لمده 17 سنه. وايه اللي حصل؟ ربنا عليا حضرتك ان انا كنت موظف باحدى الوظائف الحكوميه وعامل اجازه بدون مرتب. طب استاذ رأفت، انت ايه اللي حصل جوه الشركه الخاصه؟ لا، الموضوع كتير جدا، وموضوع تسلط. وان الراجل ده راجل كان من ضمن اعضاء النظام الفاسد، وكان على علاقه جامده جدا بالرشاوي والفساد اللي موجود في الدوله، ويدعى الاستاذ جلال عبد المقصود حسن. طب استاذ رأفت، استاذ رأفت، انت في المقابل انت في من العمر استاذ رأفت 70 سنه. استاذ رأفت، احنا مش هنخلص حقوق على الهواء. استاذ رأفت، انت حضرتك اشتغلت في القطاع الخاص وفي نفس الوقت حافظت على شغلتك في القطاع العام او في الحكومه. لا، ما ينفع. صح، القطاع الخاص لان ما ليه القطاع العام. اخدت اجازه بدون مرتب يعني؟ اخدت قدام. اخدت اجازه بدون مرتب. حضرتك كنت شغال في القطاع الخاص مع سيادتك، وقدمت لوظيفه في الحكومه فجات لي. فروحت، لما جات لي خدت فيها فتره التدريب، ورغم ان انا على اساس ان انا كنت عامل مهم جدا في الشركه واشغل وظيفه مدير شؤون عاملين، ونظرا للكفاءه اداره الشركه طلبت مني ان انا اقوم بالعمل بحفظ الوظيفه بعد فتره التدريب، وعلى ان ارجع الشغل تاني. طيب، سؤال اخير يا استاذ رأفت، حضرتك كنت بتاخد كام في الشغلانه دي وكام في الشغلانه دي مرتب؟ كنت باخد حدود 2200 جنيه في القطاع الخاص. في القطاع الخاص كنت باخد حدود 2200 جنيه. ايوه. وباخد في الحكومه لا يتعدى 900 جنيه. استاذ رأفت، عايز اسال حضرتك سؤال. صح. يعني دلوقتي معلش انا مقدره جدا اللي حضرتك بتقوله، انك كنت اشتغلت في القطاع الخاص والنتيجه للفساد انهوا عملك. ثانيه واحده. مش حضرتك كده كنت محتجز فرصتين عمل فمضيع على غيرك انه اما يلتحق بالوظيفه الحكوميه اللي انت واخد منها اجازه، أو يلتحق بالعمل الخاص اللي أنت اشتغلت فيه؟ يعني حضرتك كنت واخد فرصتين عمل، واحدة واخد فيها أجازة بدون مرتب ولا تمارس عملك، وواحدة بتشتغل في القطاع الخاص، فأنت ضيعت فرصة عمل على حد كان محتاجها لكن أنت قفلتها عليه، صح ولا غلط؟ الوظيفة الحكومة حضرتك جات لي إزاي؟
هو ده مش مهم. مش يا استاذ رافع، طريقه مسابقه بعت الورق بتاعي الاداره بعتت مع سيادتك. يا استاذ رافت، مش مساله جات لك ازاي، في النهايه حضرتك خدت وظيفه الحكومه وخدت منها اجازه. ايوه اميره، بس انا معترضه معاكي بقى، عارفه ليه في السؤال ده؟ احنا متشكرين لحضرتك، مش شكرا في وظيفتين اهم. عارفه ليه؟ ليه استاذ رأفت قدم للمسابقه؟ لان هو ما حسش بالامان جوه القطاع الخاص. السؤال ده اول يا مفيده. لا يا حبيبتي، طب ناخد التليفون الثالث. دكتوره سرايا معلش، معانا الاستاذ علي، ناخد التليفون الثالث ونناقش القضيه دي بعد كده. استاذ علي الو. السلام عليكم. وعليكم الصحه والسلامه وبركاته. انا برحب بيكم جميعا مدام منى والمدام مفيده ومدام اميره، وانا بقول ان الموضوع ده موضوع شائك جدا، موضوع خطير يعني، لانه بيمس المجتمع ككل، كمنظومه، كافراد، وك يعني كدخول جميع المجتمع، لان الوظيفه الحكوميه كلها موجوده او مش موجوده، فالمفروض ان احنا بندعم الشباب كحاجة أهم بالنسبة للمشروعات الصغيرة. بالنسبة مثلا حضرتك سواقين التكاسي، طب أنا خريج 95 كشخصي، خريج 95 بس توك توك، لأن أنا ما عنديش مجال تاني أعمل فيه إلا التوك توك. أستاذ علي وحضرتك خريج إيه يا فندم؟ خريج معهد فني تجاري شعبة محاسبة حضرتك. وما لقيتش أي وظائف لا في القطاع الخاص ولا في الحكومة غير إنك تسوق ال ال حضرتك كان كنت شغال في العاشر من رمضان. أيوة. في سوبر ماركت. أيوة. كان بدي 450 و600 جنيه. أيوة. فحضرتك شفت إن ده ما يكفيش وبالتالي غيرت اتجاهك. نعم. فحضرتك أول حاجة ما فيش فيه أمان المكان اللي أنا فيه. أيوة. ما فيش امان في مفيش في أمان في الايه في الشغلانه، في الشغلانه نفسها. فحسيت ان انت محتاج تجيب التوك توك ده عشان تبقى عندك مشروع خاص بتاعك. نعم نعم. طيب حضرتك دلوقتي احنا قمنا بثوره ماشي لذهاب البيروقراطيه وذهاب النظام الدكتاتوري. أيوة. ككل احنا النهارده بنعاني في ترخيص التوك توك، مش عارف 600 جنيه و700 جنيه و1000 جنيه الكلام ده. خلاص. طب انا كخريج ليه الدولة ما تدعمنيش وترخص بأجر رمزي ماشي؟ هو دي الحقيقة يا أستاذ علي، حضرتك بتثير قضية مهمة وكبيرة، قضية التوك توك والترخيص. بنشكر حضرتك عليها. بس أنا عايز بس التوك توك أنا عايزة من حضراتكم تعليق على الحوار، حتى الجدل الجار بيني وبين مفيدة وبين أستاذ رأفت في دقيقتين ثلاثة عشان هنطلع فاصل. أنا وأميرة أميرة مع أستاذ رأفت بتقول له أنت اشتغلت وظيفتين. أنا بقول إن هو لما جه يتقدم ونص في نص ما هو بيشتغل في الوظيفة الخاصة، جات له فرصة إنه يشتغل في وظيفة حكومية عشان يضمن، لانه حاسس ان في تلاعب. انهي بدا الانهي الاول؟ الاول خاص. طب ايه رايكم؟ طب الحقيقه بس بدعني السؤال، انا اسف انه القضيه بس لها بعدين. الحقيقه انه كتير لما تيجي حضرتك تشوفي من بعد ثوره يناير كام حد، وده بتصريح من الدكتور صفوت نحاس الحقيقه، ولما ضغط عليه لتعيين ما يسمى العقود المؤقته اللي كانوا مقدمين تثبيت، ثبت حتى الان 1.5 مليون وظيفه للجهاز الاداري في مصر اللي كان 6.1 مليون. رغم تحذير هذا الرئيس الجهاز من خطورة هذا التعيين، وقال إن أنا مضطر تحت الضغوطات الاحتجاجات الفئوية والشعبية إنه يعين 1.5 مليون. الحقيقة ده كله بيتاخد من ميزانية الدولة، اللي هو أدى الوقت في المقدمة بتاعتكم أدى إلى غرض، إلى فكرة إيه؟ فكرة إن وزير البترول من حوالي أسبوع قال إن في 110 مليار جنيه دعم على الطاقة. الحقيقة دي معلومة قديمة جدا، احنا عارفين هذا الكلام، ومحدش قدر يهوب واللي كان يقدر يهوب ناحيه هذا الموضوع من سنوات كان يعني الناس كانت تهبشه. النهارده فكره ايه؟ عدم وجود موارد في الوقت اللي حضرتك عينت فيه 1.5 مليون أشخاص غير مؤهلين للعمل. الحقيقه اللي دول لو راحوا العمل الخاص مش هيلاقوا شغل. انا هضطر اطلع فاصل، نقف هنا ونرجع نناقش 1.5 مليون ونسمع راي الدكتوره سرايا في هذا الجدل بعد الفاصل، وهنكمل حلم الوظيفه الميري. حلم
حلم الوظيفة الميري، وفي الفاصل وقبل الفاصل جدل شديد حوالين مسألة نبقى ماسكين وظيفتين، واحدة حكومة واحدة قطاع خاص، الأمان الضمان. هنكمل مناقشتنا، بس اسمحوا لنا مع ضيوفنا الدكتورة سرية عبد الجواد أستاذ الاجتماع بجامعة المنوفية والكاتب الصحفي الأستاذ صبري سعيد، هنكمل حوارنا بس اسمحوا لنا نشوف تقرير عن رأي الشباب، هل فعلا هم عايزين وظيفة ميري وثبات ولا وظيفة قطاع خاص ومرتب عالي ومغامرة؟ نشوف التقرير ونرجع نستأنف حوارنا. المثل بيقول إن فاتك الميري اتمرمخ في تراب، يا ترى الناس لسه بتتمرمخ ولا عادي إنه يفوتها؟ الوظيفة الميري هما بيعتمدوا إن مفيش حد ممكن يسأل كتير، محدش مفيش في ضغط كتير عليك وانت شغال، مش هيبقى في مراقبة. انما الوظيفة الخاصة طبعا بيبقى كل واحد فوق دماغه واحد تاني بيسألك بس، فده بالتالي بيدي طبع طبيعي ان الوظيفة الميري اريح واحسن كتير. ما بيشتغلوش يعني، بيروحوا يمدوا يروحوا كده يعني، وفي اخر الشهر ليهم مرتب وليهم تأمين ليهم معاش حاجات كده. مفيش رقابة او الهام، الموظف بيروح زي ما بقولك بيمدي وبيمشي، زميله بيمديله، اخر الشهر هيقبض، في حوافز، في بدلات، كل الكلام دوت. لكن الدار تعبوس القطاع الخاص بقى بيطلع عينه ومذهبه 12 ساعه شغل ومتامن عليه وملوش بقى تامين صحي، ولو تعب يقعد في البيت وما يعرفش يجيب علاجه. الحكومه دي للناس اللي هم العجز اللي هم ما قدامش اي حاجه خالص، لا معاهم راس مال ولا معاهم فلوس ولا معاهم اي حاجه. راحه، اجازات، مرتب، بيروح بدري، ما بيجهدش عمل كتير عن الخاص. القطاع الخاص عامه بياخد من الساعة 8 الصبح ممكن معاك للساعة 9 10 11. لو عملت أي حاجة أي مشكلة يقولك مع السلامة، وعاجبك على كده عاجبك، مش عاجبك لا. لكن الحكومة حتى رئيسي أنا مش شغال عنده، إحنا كلنا شغالين عند الحكومة. التجأت للخاصة ومش شغالة بمجالي كمان. يعني أنا أساسا تخرجي آداب جغرافيا، شغالة مدرسة الدين. للأسف الشديد في أماكن تستوعب عمالة كبيرة والأماكن دي محتاجة العمالة فعلا، ما هوش كلام ولا أي حاجة، ومع ذلك ما فيش مسؤول بيدور إحنا محتاجين إيه. جاي من اسكندرية النهاردة علشان في بيقولوا مسابقات في السكة الحديد، فأنا عمالة تابع بقالي سنتين. جاي من اسكندرية مخصوص عشان وظيفة ميري. إحنا في اسكندرية قدم كتير، وكل ما يقدم يقول لسه المسابقة، فاضطرينا كانوا نروحوا مصر عشان هي بلد الأساس يعني. إيفو نبيل للسي بي سي. بنشكر إيفون على التقرير، وواضح ان الناس معتبرة القطاع الخاص هو منتهى الالتزام في العمل ونشتغل كتير ويرفدونا، بينما القطاع الحكومي براحتنا. منى استاذ صبري، كتير من الناس قالوا في التقرير انه مش هيبقى في رقابه عليك، مفيش ضغط عليك، بروح امضي وامشي او صاحبك بيمضي لك. ايه ثقافه التخاذل الموجوده عند فئات من الناس؟ ده صحيح، انا اعتقد انه تقريبا 90% من اللي قالوه الساده كان صحيح، انه فكره مش بس ترهل الجهاز الاداري ولكن ايضا فقدان قيم العمل الحقيقيه، انه العمل له قيم. اولى هذه القيم كما قال طارق حجي في كتابه الشهير قيم التقدم، اولى هذه القيم احترام الوقت. ثاني هذه القيم احترام قيمه العمل ذاته. ثالث قيمه ما يدر عليه من دخل. رابع قيمه فكره العلاقه الصحيه ما بين المرؤوس والرئيس. الحقيقه كل هذه القيم مش موجوده في الجهاز الاداري في مصر في حقيقه الامر. مفقود والعديد عشان نكون صراحاء وامناء مع انفسنا، وانه نسبه كبيره جدا ممن يعملون في الجهاز الاداري الحقيقه غير مؤهلين وغير مدربين الا على اعمال بسيطه جدا، وبالتالي هو يخاف من مغامره انه يروح في اختبار او في مسابقه للقطاع الخاص حقيقه يعني، لان هيسقط يعني، لان في الغالب يعني في الغالب مش هينجح طبعا. يعني في الغالب الحقيقه في بعض الادارات الحكوميه بيعملوا حاجه اسمها ادارات تدريب، ودي الحقيقه كانت مستحدثه في بعض الوزارات. اما تيجي تشوفي، وانا عصرتها بنفسي يعني، تيجي تشوفي ادارات التدريب دي بتروح عامله مثلا دوره لدوره كمبيوتر، دوره في الترجمه، دوره في اللغه الانجليزيه، دوره في التخطيط الاستراتيجي، اعداد معلم زي اللي خريجه مش عارفه يعملوا ايه. هتلاقي بقى ايه بقى، شوفي بقى المفاجاه، انه كثير ممن يتقدمون او يتقدمنا لهذه للمدوره ما بيروحوهاش، بس بياخدوا منها اجازه من الشغل.
هيروح الدوره يومين في الاسبوع فبياخدهم اجازه ويروح الدوره والدوره اللي بتعمل فيها المكان ما بيهموش الحقيقه مين حاضر ومين غايب فبيكتب غايب حضور. الحقيقه الدوله ما بقى بتتكلف ما هيقبض هو مش فارقه مع يعني كمان ما عندوش القدره على أن يدرب نفسه او يتاهل او يتطور من مهاراته يعني ليه لسه ما عرفناش ليه القطاع الخاص الحقيقه ليه قاسي القطاع الخاص قاسي لانه في النهايه هو بيتعامل مع سوق عمل تمام. حتى ولو كان القطاع الخاص ما يطلق عليه بره دلوقتي وفي نادي باريس وفي منظمات العمل الدوليه حاجه اسمها المسؤوليه الاجتماعيه للمنظمات الخاصه، بمعنى ان اي قطاع خاص في العالم له مسؤوليه اجتماعيه. تتذكري حضرتك بيل جيتس مثلا في الولايات المتحده الامريكيه بيتبرع كل سنه لدوله، مش هقول لك بس في الولايات المتحده الامريكيه، دوله مثلا زي الهند تبرع لها ب 5 مليار دولار لمجال معين وهو تعليم الكمبيوتر في المدارس الثانوي في ولايه كذا في الهند. دي اسمها المسؤوليه الاجتماعيه لرجال الاعمال. المسؤوليه الاجتماعيه لرجال الاعمال في مصر هي قصه خطيره جدا تبقى معانا بقى فيها حلقه خاصه. دكتور سرايا تعليق بس الحقيقه على كلام الاستاذ صبري علشان يعني ما نظلمش الحكومه وموظفين الحكومه اكتر مما هم مظلومين، بمعنى انه ليه فقدان قيمه العمل، فقدان قيمه الوقت، فقدان قيمه الجوده واتقان العمل. الحقيقه مش موظف الحكومه اللي مسؤول عن حاجه زي كده، لان احنا يعني في مين المسؤول؟ عايزة أقول لحضرتك في الدولة دائما تقدم القدوة. إحنا في الستينات الحقيقة كان عندنا جهاز عمل هو الذي قاد القطاع العام وهو الذي أخرج كثير جدا ونفذ كثير جدا من المشروعات والسد العالي ومصانع الحديد والصلب. أكيد كان في جهة إدارية بتتابع تقصد حضرتك الرقابة والمتابعة. أنا عايزة أقول أنه ما حدث في المجتمع المصري من تغيرات هو الحقيقة الذي أوجد حالة هذا السلوك السلبي هذا السلوك يعني. وان موظف الحكومه احنا كان عندنا المهندس المحترم جدا ده ايام السد العالي ده لما كان في مشروع قومي وشغل انا عايز اقول انا ثانيه واحده انا عايز اتكلم صح الدكتور انا عايز طبعا انا عايز اقول لما كان في عندنا فكره اقول انه هذا هدف. الوضع الذي يعاني منه الجهاز الحكومي والترهل وعدم الاتقان وعدم الانضباط هو جزء من ترهل الدوله وجزء من الاداء السياسي والاجتماعي للدوله وانعكست ثقافه النظام بشكل عام على موظفين الدولة بالإضافة بقى إلى عامل مهم جدا وهو عدم الدخل الملائم من هذه الوظيفة طبعاً. التي تدهورت مكانتها والتي لم تعد تكفي لسد سبل العيش للأسر، وبالتالي كان اللجوء إلى القطاع الخاص واعتباره بالرغم الحقيقة من أن احنا كدولة نامية وكدولة فيها نستطيع أن نقول رأس مالية مستغلة هذه الرأس مالية بتمارس الحقيقة كافة صنوف الاستغلال على اللي بيعمله في القطاع الخاص، سواء البنية التشريعية اللي بتحكم النظام الرأسمالي، سواء معامل يعني صاحب العمل نفسه بيمارس سلوك قاسي جدا فيما يتعلق بحقوق العمل والقيود على الحركة النقابية وضعف النقابات أنشطة العمال وحركتهم واتحاداتهم وتضامنهم والدفاع عن مصالحهم. فالقطاع الخاص ليس يعني شيء جيد جدا يجب ان احنا ماهوش يعني الملاذ يعني ماهوش الملاذ والقطاع الحكومي ليس بهذا السوء لكن القطاع الحكومي لازم يفوق أزمة. مع القطاع يعني انا بعد تليفونات انا باخد ولا انا سؤالاتنا معانا ثلاثه من اصدقائنا واضح الموضوع مثير جدل للناس. استاذ اسماعيل مساء الخير اهلا وسهلا بيك يا فندم اهلا وسهلا بيك يا فندم انا كنت عاوز اتكلم عن الموضوع بتاع اللي انت بتتكلموا فيه في الحلقه دي. تمام اتفضل. انا من سوهاج وصاحب مدرسه خاصه. اي يا فندم. السبب الرئيسي للمشكله دي ان اللي بيدور على الوظيفه في الحكومه عارف ان الحكومه دي حاجه مش يعني ملهاش صاحب كده. ملهاش صاحب. هو بيدور عليها ليه؟ السؤال اللي حضرتك اللي انتوا كاتبينه اللي هو بقاء الوظيفه او دوام الوظيفه افضل او الراتب افضل. لا هو طبعا بيدور على دوام الوظيفه وثبات الاجر وظيفه ثانيه حاجه بيامن بها نفسه زي ما انا قلت في الاول. اوكي واعتقاد دي ثقافه واعتقاد. احنا بنشكرك كتير حضرتك استاذ اسماعيل. استاذه فريده اهلا وسهلا اتفضلي استاذه فريده. مساء الخير. مساء الفل. انا بحييكم طبعا كلكم انتوا كلكم حبايبي طبعا ربنا يخليك يا رب. طبعا انا ليا تجربه شخصيه انا بقول للاستاذه لا الحكومه طبعا انا كنت بشتغل في الحكومه. الحكومه ممكن تكون شغلها اكتر من القطاع الخاص. اول كل حاجه بيدونا تدريبات على الكمبيوتر بيدونا تدريبات على التنميه البشريه
فبقول الاستاذ كمان اللي هم صفوت الدكتور صفوت اللي هم عينوهم دول اوريدي كانوا بيشتغلوا في الحكومه فهم صفوت النحاس يعني صفوت حضرتك كنت بتشتغلي فين في الحكومه يا مدام فريده؟ مصلحه الضرايب طبعا طبعا مصلحه الضرايب مفرمه بيشتغلوا هناك شغل فظيع يعني بنحكم بنقعد مازال بنقعد في مارس طبعا بالليل وقت الاقرارات وبتاع طبعا بتتفرموا يعني بنتفرم مش كل جهه حضرتك في الحكومه صح يعني بيلعبوا لا وحتى في بعض الاماكن اللي هو مثلا تامينات تلاقي الواحد مش رافع راسه من على المكتب فزي الاستاذه بما بتقول ان الشغل الحكومه مش بيدي مرتبات ولا بيدي حتى نفسيا للموظف ما يستحقه لا اللي يستحقه من ايوه ما بيدوش ولا اماكن العمل ولا ظروفها ولا اي حاجه مقدرين طبعا معاناه الجهات اللي بتشتغل في الحكومه بجد مفرومه وظروفها صعبه جدا بس برضو عندهم نوع كبير لا من التكاسل لا انا ما بقولش ضرايب انا بقول في تكاسل في تكاسل هم معانا تليفون اخير عشان بعد كده يبقى عندنا كل واحد كلمه اخيره وللاسف وقتنا بيخلص معانا هدى الو السلام عليكم عليكم السلام يا هدى سلام لكم جميعا وبشكركم لان انتم يعني فعلا بصراحه بتيجوا على القلم وحاسين بالاسره المصريه ربنا يخليكي بسرعه بقى يا هدى نقول وجهه نظرنا ليه ابن خريج كليه الهندسه قسم اتصالات كهرباء اتصالات ايوه شركه اتصالات نزلت 7000 فرصه عمل ايوه وجاي يقدم يقول لك لا اللي هم خريج الجامعه الخاصه دول ما يقدموش لما هي الجامعه الخاصه دي غير مؤهله ان هي تاخد الناس الخريجين بتوعها يشتغلوا امال هم فاتحينها ليه لا ده احنا عايزين هنا ده سؤال بقى بصي اميره ده سؤال كمان من حضرتك 7000 فرصه عمل ما فيش جامعه خاصه منهم ابني يخش يرضي ربنا ده لا طبعا ما يرضيش وده سؤال حضرتك ده عايز اجابه من شركه اتصالات وغيرها لا يا اميره مش شركه اتصالات انا عايزه اقول لك ان المشكله دي متوفره في كتير من الجامعات عندنا في مصر شغاله وموجوده ويجوا الطلاب بعد ما يخلصوا يطلع عينهم بعد ما خلصوا امتحانات يقدموا ورقهم عشان يشتغلوا لا انت بالذات من الجامعه دي احنا مش عايزين حضرتك القيمه على قضيه مهمه يعني فدي ان شاء الله هنعمل حلقه كمان يعني الحقيقه دوت الكلام اللي الناس بتقوله دوت دليل على خطا السياسات طبعاً فيما يتعلق بالتعليم العالي ومحاولة ربط التعليم بأنه يكون سلعة لها ثمن وبالتالي نشأت الجامعات الخاصة على غير أسس وعلى غير مبادئ وعلى غير أهداف فقط لكي تدر الربح وبالتالي لم يكن هناك رقابة على مناهجها ولا على مقرراتها ولا معترفين يعني وعلى فكرة اللي دلوقتي طالع بنفس الطريقة ما يسمى بالتعليم المفتوح الدولة تريد أن تخصص التعليم فتفتح أبوابا خلفية لجلب الفلوس وبالتالي بينهار قيمة الخريج وقيمة التعليم وتصبح فرص العمل محصورة فقط على أصحاب التعليم العالي والراقي دي احنا ملفنا مازال مفتوح وللأسف وقتنا خلص وعايزين نعمل حلقة واثنين وثلاثة عن نفس النقطة دي المعكيرة واتمنى الحقيقة قبل ما خلص احنا لما بتكلمنا عن الجهاز الإداري طبعا بنتكلم على القاعدة العريضة لكن ما بنتكلمش على الكل التعليم الأمر الثاني الحقيقة ما يخص التعليم الخاص انه فكرة التعليم الخاص وفكرة خصخصة التعليم دي موجودة في العالم كله حقيقة بس ولكن إزاي؟ الفرق أن يكون هناك سياسات واستراتيجيات واضحة ما الغرض من هذا النوع من التعليم ويطبق ما الغرض من هذا النوع من تأسيس هذه الجامعة ما الغرض من هذا النوع من المهن دي فده بالزبط. إذا توفر أنا أعتقد أن وزراء التربية والتعليم ووزراء التعليم العالي في مصر كانوا محتاجين يروحوا هيئة الأرصاد عشان يعرفوا بعد يومين الجوي ما كانوش بيعملوا خطة لمدة يومين الحقيقة يعني مش بعد يومين التعليم فقط لا يمكن بأي حال أن تدار مؤسسة التعليم مؤسسات تعليمية بهدف الربح ما فيش كل مؤسسات التعليم تدار بهدف تقديم خدمة للطالب وللمواطن احنا عندنا ملف أنا بشكر ضيوفنا وبقول ملفاتنا ما زالت مفتوحة حوالين العمل والتعليم وسوق العمل يقول التصويت على سؤال الفيسبوك هل تعتقد أن ثبات الوظيفة أهم من قيمة الأجر 73% قالوا نعم 11% قالوا لا 16% قالوا أحيانا إذن الجمهور منحاز لثبات الوظيفة على حساب الأجر أنا قلت نعم أنا قلت نعم في أول الفوت أنا اللي كسبت عشان تعرفي قبل الحلقة بفكر بنفس الطريقة بعد الفاصل معانا الفقرة الطبية مع منى و طيب الفقرة الطبية دكتور خالد لقيتك سخنتي دكتور خالد عزت دكتور خالد عزت أستاذة طب أسنان بجامعة القاهرة وضيف منى في الفقرة الطبية
ونطلع الفصل ان شاء الله ونلتقي. من قديم الأزل في مهنة اسمها مهنة الاسنانجي زي ما بيقولوا، أو كان بيقوم بيها الحلاقين والناس اللي بيركبوا أسنان، اللي بيعتبروا بيتعاملوا مع السنان كأنها جزء من الجسم زي الضوافر وزي الشعر وزي الحلاقة. بعد كده طبعا انتبهوا لهذا التخصص الكبير واللي بقى يعني تخصص مرموق جدا من تخصصات الطب، بالذات بعد معرفة أهمية الأسنان والأمراض اللي ممكن تأثر بيها على جسم الإنسان. هيكون موضوعنا حول العدوى في عيادات الأسنان وإيه الاحتياطات اللي أنا ممكن أخدها كمريض قبل ما أروح عيادة الأسنان، ده شيء مهم جدا لحياتنا. هيكون حوارنا مع دكتور خالد عزت أستاذ طب الأسنان بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك. أهلا فندم. مش عارفه، عندي اسئله كتير على الفيسبوك، لكن احب اعرف ايه اولا الاحتياطات او خطوره ان انا اروح لدكتور اسنان مانيش عارفه قد ايه بيعقم اجهزته. بص حكم ميمونه، هو الموضوع ده كان اتفتح من فتره طويله شويه زمان، بس اعتقد النهارده يعني في 2012 يعني بقت صعب شويه. لكن لو هنتكلم على الميجرز، في اتجاهين لازم نتكلم فيهم. اول اتجاه العدوى عشان تيجي هتبقى المريض اللي داخل العياده نفسه. المفروض ان هو لازم يقول لو هو عنده اي مرض معدي، المفروض ان هو بيبلغ او بيبقى فيه تشارت المفروض هو داخل العياده. بس اللي بيحصل ما غير كده يا دكتور بصراحه، ما بيعملوش فايل يعرفوا ما بيقولوش ليه، لان هو بيقلق ان الدكتور يرفضه. للاسف في دكاتره فعلا بترفض العيانين لما يعرفوا ان عنده مثلا فيروس سي، عنده مش عارف ايه بي... وده أو طبعا توتال يعني بس احنا المفروض، فاحنا دايما لما بيجي عيانين كتير عندنا بيسالونا بيقولوا طب انا قلقان، اقول له بص احنا لازم نشتغل ان نعتبر اللي قدامنا مش هيقول. يعني حضرتك دلوقتي بتقول ان الدكتور هو اللي عايز يعمل احتياطات قبل ما يجيله مريض حامل الميكروب. فاللي بيحصل ان احنا اللي بنأمن نفسنا، يعني بحيث ان انا بأمن نفسي وبأمن المريض اللي داخل لي، فانا المفروض ان انا اوتوماتيكلي لازم حاجتي كلها تبقى معقمه. في حاجات بتبقى ديسبوزابل كتير قوي بتترمي، يعني استعمال مره واحده وتترمي. ده تأمين. انا التأمين اللي بأمنه لنفسي ده، انا بحمي نفسي قبل ما بحمي المريض اللي جاي بعدي. ما تطلبش منه تحاليل دم عشان تشوف؟ بص حاجة صعب يعني هو دلوقتي بره بيبقى فيه، بيبقى طبعا معظم الناس بقى انشورد هناك، والانشورنس بيبقى مغطي كل حاجه وعنده تشارت وتفتحها على الكمبيوتر هتجيب الهيستوري بتاع العيان كله وعنده ايه. لكن احنا في مصر يعني ما فيش. فالواحد المفروض يعني اوتوماتيكلي ان الدكتور علشان يحافظ على نفسه ويحافظ على عيلته ان هو بيأمن نفسه داخليا في عيادته وبيعقم حاجته كويسه، وبيبقى هو عامل لنفسه بروتكشن، لازم يبقى لابس جوانتي، لازم يبقى لابس ماسك، لازم يبقى لابس نظاره على عينه، يعني بيحمي نفسه ان هو المساعدين بتوعه طبعا كده طبعا لازم كله شغال. يعني كله لابس الجوانتيات بتاعته بحيث ما يبقاش في اي كروس انفكشن تتنقل من عيان لعيان تاني. فدي حاجات المفروض انها بتتعمل اوتوماتيكلي. العيان بقى من حقه ان هو يخش ويشوف ايه اللي بيحصل جوه ويسال، لو في حاجه مش عاجباه المفروض ان هو بيتكلم، دي حاجه مهمه. تمام. احنا طبعا الاسئله انهالت على الفيسبوك الحقيقه. في هات الورد بتقول عندي حبيبه عندها 7 سنوات، سنتها الاماميه وقعت من اكتر من 6 شهور وما طلعتش لغايه النهارده. حبيبه ده حاجه طبيعيه يعني دلوقتي هو ده سن التبديل، يعني هو دلوقتي التبديل لو سنه طلعت شادنج طبيعي ليها وقت طلوع معين. احنا بنبتدي بنعد 6 7، المفروض عند 6 سنين بيبتدي في ضرس تحت بيطلع تبقاش ليه حاجه، بيبتدي السنان اللي تحت يبقى فيها شويه لخلخه، بعد كده بتنقل على السنان اللي فوق. دون تطور طبيعي ان سنه بتقع هتاخد وقتها وتطلع، فدي مفيش حاجه محتاجه. يعني ساعات ناس يقول لك زمان كانوا بيروحوا عند دكتور سنان عشان يشق لهم اللثه، لا الكلام ده طبعا مش فاليد. بتستني لغايه لما بيعدي وقتك شويه كمان هتلاقي العمليه ماشيه طبيعيه مفيش فيها مشكله بعد كده. تمام. في برضو قبلها الحقيقه باتنين كده او ناخد عندنا لميس خالد بتقول ابني عنده 9 شهور وبس وطلع له سنتين من تحت، بس هو كده متاخر ولا ايه؟ قلقانه. لا ما احنا قلنا بصي احنا الاطفال بيبتدي يسنن، المفروض في سن السنان اللبنيه وسنان البيرمننت اللي هي الاساسيه. السنان اللبنيه بتبتدي من 6 شهور ممكن قبل او بعد، يعني ممكن تاخدي 2 ويكس قبل لغايه سنتين. الفتره دي بيحصل فيها تغيير طلوع كل السنان اللبنيه،
بتبتدي السنه دي تقعد بقى من سنتين او من اول ما بتطلع لغايه 6 سنين يبتدي يطلع البيرمننت اللي هو الاساسيه بعد كده. ف اتس اوكي يعني ما نقلقش في الحاجات دي، دايما خلينا ريلاكس، كل حاجه بتاخد وقتها. تمام. رحمه عادل الحقيقه بتسال سؤالين لطاف، اولهم بتقول انا ممكن اثق في دكتور سنان ولقيت سنانه عليها اثار سجاير ويعني وبعدها بينه فراغات عشان يعالج سناني ولا فقد شيء لا يعطيه؟ دي اول حاجه. وتاني حاجه، ممكن اعمل تبييض لسناني في المنزل باشياء طبيعيه؟ سؤال. بصي هقول لك حاجه، هو بالنسبه للثقه يعني هو طبعا التدخين طبعا هي تعتبر عاده سيئه طبعا، لكن طبعا احنا ما نقدرش نقول ان نحكم على الافشنسي بتاع دكتور سنان انه بيشرب سجاير، يعني يعني دي حاجه طبعا مش موجوده. طبعا احنا المفروض بصفه عامه لازم يبقى في الواحد واخد باله من الاوتلوك بتاعه، المظهر الخارجي بتاعه، بحيث ان هو لو دكتور سنان المفروض يبقى دايما يعني انا حصلت معايا زمان، انا كان عندي ضرس اتكسر في بقي فما كانش عندي وقت بصراحه ان انا اركبه، فكان عندي واحده من العاديين بتوعي ست كبيره محترمه جدا، فبصت لي كده قالت لي ازاي سايب ماشي كده من غير سنه؟ قلت لها الحقيقه انا ما عنديش وقت ان انا اروح فعلا، ان كل زمايلي بيشتغلوا في نفس الوقت انا بشتغل فيه، ما عنديش وقت ان انا اروح ان انا اركبه. قالت لي انت عايز تقنعني انا اني اجي اتعالج عندك وانت اصلا مش مركب سنه؟ كان الدرس بقى ورحت ركبت، انا ما بهزرش، لان يعني حسيت فعلا قد ايه العين. فطبعا بنصح طبعا زمايلي واخواتي ان طبعا المنظر العام بيفرق كتير بالنسبه للعيان كهيجين او كاسنان، فهي طبعا دي حاجه. الحاجات الطبيعيه هي في يعني وصفات، يعني طبعا دي حاجه مش ميديكال اللي بنتكلم كده مع بعض يعني حبي. انا في عيانين عندي مثلا بيقولوا لي بيدعكوا سنانهم بالليمون، عارفه الليمون جلده الليمون نفسها الناس متعوده عليها، اللي هو الصوديوم بايكربونات اللي هو بيكربونات الصوديوم دون، فدي حاجه ناتشرال هي لما بتتحط يعني ممكن احطها على معجون السنان او احطها على فرشه السنان وعالج بيها، هتشيل الصبغات اللي هي مثلا شاي قهوه شوكليتس، لكن لو السنه نفسها لونها غامق يعني هي غامقه بطبيعتها طبعا لا مش لازم حاجات كيميكال. لازم حاجات بتاعتها. معانا تليفون استاذه سونيا من اسكندريه. ايوه مساء الخير. اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. مسي على الدكتور. دكتور خالد عزت معاكي. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا، ميرسي يا فندم. انا كان عندي سؤال كده للدكتور. اتفضلي. لو سمحت، انا كنت عملت بريست كانسر من سنتين وبعدين فوجئت بعد الاشعاع والكيماوي ان سناني كلها ملخلخه وبتسود وبيقعد ضرس بحاله في بقي وهو سليم. صح مظبوط. وطبعا خلعت ضروس كتير واسنان كتير ودلوقتي شكل بقي وحش جدا. السواد اللي فيه فظيع يعني. عارفه ده ليه علاج ولا لا؟ جربت كل المعجين الاسنان اللي بتبيض، جربت كل المضمضه والحاجات اللي بتسكن وتعدل اللثه، مفيش اي حاجه وما زال شكلي فظيع. فهل في علاج لحالتي؟ هو طبعا الف سلامه ليكي ويعني الحمد لله على سلامتك. هو بصي، طب انت لسه بتاخدي اي حاجه لغايه دلوقتي ولا خلاص وقفتي كل الميديكيشن؟ لا خلاص خلص كل الكيماوي والاشعاع، خلص اطاروا بقى يا دكتور. معلش الف سلامه. بص حضرتك طبعا يعني في ممكن محاوله للطبيب بتتعمل، انا ما اعرفش هل انت جربتي تعمليها ولا لا. فدي طبعا لازم بتزوري دكتور سنان بتاعك وتقولي له نحاول نجرب هناك. لو ما جابتش نتيجه، لان دي ساعات بتبقى الصبغات الداخليه بنسميها انترنسك ستينز، يعني صبغات من جوه السنه، وقتها طبعا ما بقاش قدامك حل غير انك تبتدي تعملي عليها بقى لامينيتس او الفينيرز، يعني عارفه تتغطى بقى بطبقات من البورسلز او حاجه، لان متهيألي الناحيه النفسيه بتبقى مهمه قوي لشكل البني ادم لما بتبص في المرايه. فلازم تجربي الاول الطريقه العاديه انك تحاولي تبيضيهم بطريقه بروفيشنال، لو مش وركينج يبقى لازم بتغطيهم بقى بحاجه عشان يبقى الشكل احسن شويه. نشكرك جدا سونيا من اسكندريه. ومعانا استاذ ابراهيم. مساء الخير. مساء الخير يا استاذه منى. اهلا وسهلا بحضرتك، ازيك يا فندم؟ الله يخلي حضرتك. تحب تقول ايه لدكتور خالد عزت؟ والنبي الله يخليك. والنبي انا بنتي كان عندها ورم في الغدد الليمفاويه وبعدين الورم ده كنا عملنا عمليه وشال خالص، وعملت خدت كيماوي 8 جلسات وبعدين عملت اشعه بت بعد الجلسه السادسه، طلع الحمد لله ما فيش حاجه خالص الحمد لله. وبعديها بحوالي سنه عملت اشعه بت تاني برضك، الحمد لله طلع ما فيش حاجه. بس دلوقتي يا دكتور سنانها في ضرس العقل، راحت لدكتور فقال لها ده ضرس العقل طلع بجنب ويلزمك عمليه. هل اولا يا دكتور هل العمليه دي تاثر على اللي كان عندها يعني او تتاثر بيه؟ لا حكايه، خلصت علاج ولا ما خلصتش؟ خلصت وشفت خلصت علاج خالص من حوالي سنه وسنه ونص. وعندها كام سنه دلوقتي حضرتك؟
دلوقتي يا دكتور عندها 26 سنه ما شاء الله. طب الحمد لله. بص حكي يعني ما تديش هي قصص درس العقل، هل هو في الم ولا ما فيش الم فيه؟ انا مش عارف يعني هو انت لقيته معوج، هل هي كانت بتشتكي من حاجه يعني؟ هو الاول يا دكتور كان في الم، وبعدين لما رحت للدكتور كتب لها على انتبيوتيك ومضمضه بس الالم راح، لكن الدكتور بيقول لها لازم تعملي عمليه. بص حكي هو طبعا درس العقل لما بيعمل مشكله هو ملوش حل غير ان هو يتشال. ايوه. فحضرتك يعني بننصح طبعا، انت يعني الدكتور بتاعك المفروض ان هو ثقه يعني، انت رايح لحد المفروض ان هو ثقه المفروض ان هو عمل اشعه وشاف حاجات كده، فالمفروض ان هي يعني لو هو قالك حاجه المفروض انك انت يعني بتمشي ورا الكلام، لان هو ده اكيد العلاج بتاعها الصح. استاذ ابراهيم سلامه بنتك وان شاء الله هيبقى خير باذن الله. تفائل خير. ومعانا مروه، مساء الخير. ايوه السلام عليكم. ازيك يا مروه؟ مساء الخير عليكم، صحه الله وبركاته. ازيك يا مدام منى؟ الحمد لله يا حبيبتي. تحبي تسالي دكتور خالد عزت ايه؟ اتفضلي. ايوه انا عندي بنتي عندها 7 سنين، عندها المشكله ان الفك اللي تحت يعني طالع عن الفك اللي فوق. الو. ايوه سامعينك يا حبيبتي، اتفضلي. طيب الخط اتقطع مع مروه. معانا استاذه ساميه، مساء الخير. مساء الخير. ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا مدام منى؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. ميرسي قوي. حضرتك انا اسمي ساميه، عندي 41 سنه. ايوه. عندي درس من الضروس اللي باينه قوي يعني في بقي، طلع تحتيها درس تاني، يعني انا الدرس اللي بدات لقيته يسوس، وبعدين حاسه ان في درس تاني طلع تحتيه ولونه غامق قوي. فانا خايفه اشيل الدرس اللي فوق اللي تحت يطلع ما يطلعش، او يطلع مثلا شكله مشوه. دكتور خالد راي حضرتك ايه؟ وحك الدرس ده ترتيبه ايه حضرتك في البق؟ يعني لو عدينا مثلا من الناب يبقى نمره كام بعد الناب؟ حضرتك اول درس بعد الناب. نمره 4. ده حضرتك ده كان ملخلخ؟ حضرتك بتقولي ان هو ملخلخ ولا في مشكله؟ هو حضرتك ملخلخ وطلع تحتيه واحد ثاني انا حاساه. هو حضرتك غالبا ده ما تبدلش. ما تبدلش بالظبط. مش كده؟ لا هو غامق يعني حضرتك يعني شايفاه ازاي وهو طالع من جوه البق؟ لونه عليه حضرتك يعني انا هو باين شويه وانا حاسه بيه، يعني انا بحط ضفري كده بحس بيه يعني. لا حضرتك حاسه لونه؟ لا حضرتك بتقولي خايفه يكون شكله في حاجه ولا لان يعني. لونه باين حضرتك، هو برده الجزء الصغير ده باين لونه غامق يعني. لونه ايه حضرتك مثلا؟ بني اصفر؟ يعني براون خالص داكن كده. هو ممكن يكون مسوس على فكره. طب انا هقول لك حاجه، انت حضرتك برده يعني عملتي اشعه عليه عند دكتور او حاجه؟ لا لسه ما عملتش اشعه. طب بص حضرتك هو ده الدرس اللي ما تبدلش ده طبعا هو كتر خيره طبعا انه قعد، المفروض حضرتك عارفه ده المفروض بيتغير عند 10 سنين. ما شاء الله. فهو كتر خيره. فهو المفروض كويس الحمد لله حضرتك تحمدي ربنا ان في واحد تحتيه. لان في ناس ما بقاش عندهم اصلا، يعني انا بنتي الكبيره مثلا للاسف عندها درس تحت زيه بالظبط. دكتوره؟ دكتوره اسنان. وللاسف الشديد اتشال وما فيش واحد تحتيه. فالحمد لله ان في احد تحتيه، فحضرتك يعني ما تقلقيش حضرتك، بس هتروحي الدكتور بتاعك هيشيله، وبعدين حتى يعني اللون عارفه حضرتك ما تفرقش كتير، هيبان في الاشعه كمان. وبعدين اللون يعني يتغير يعني. يعني اللون لو غامق، لو هو ستينز هتتنضف، لو صبغات هتتنضف، مفيش هو تسويس هيتصلح، لو اتغطى حتى، بس الحمد لله ان في سنه. طيب نشكرك جدا استاذه ساميه. معانا رجعت مروه تاني، مساء الخير يا مروه. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم الصحه والسلامه وبركاته، ازيك يا مروه؟ الحمد لله. بقول لحضرتك انا بنتي عندها 7 سنين، الفك اللي تحت طالع بارز شويه عن الفك اللي فوق، طبعا ده مغير شكل دقنها خالص. فاستشرت دكتور اسنان كذا مره فقال لي في حاجه بتتعمل زي الجامد حصان كده، بس دي بس دي يعني بتبقى متعبه قوي بالنسبه للطفله لانها بتستمر معاها مده طويله. وبعدين في دكتور قال التاني قال لي ان في حل جراحي. يعني عندها كام سنه قالت ولا؟ 7 سنين. عليك تحب تسالها حاجه يا دكتور؟ لا بس هو طبعا يعني هو الحل الجراحي ما تقريش 7 سنين يبقى جائز. هو الفكره كلها ان ده بيبقى حاجه بنسميها كلاس 3، يعني الفك التحتاني طالع بارز فعلا شويه. وده ممكن يبقى في حاجه وراثيه، غالبا تلاقي حاجه في العيله وراثيه فواخد الوراثه دي. فهو اللي تسميه زي اللي جام، اللي هو بنسميها زي اللي جام، ده هو مش حاجه زي اللي جام، هي حاجه بتمسك الفك التحتاني ان الجروث بتاعه يبقى ليميتد شويه. بس هي يعني انصحها انها تروح لحد بتاع تقويم اسنان. ده مش البريسز بقى؟ لا ده حاجه يعني لا زي هو جزء، عارفه هو اصل هو الحل الجراحي ده بيتعمل لو الايدج عدى مرحله النمو، لكن هي طول ما هي جروينج بتكبر بيقدروا ان هم يتحكموا ان هم بيعملوا بيركبوا اجهزه وحاجات معينه يحاولوا يظبطوا الريليشن دي. فطبعا 7 سنين لسه صغننه قوي، بس انا بنصحها انها من دلوقتي تروح لحد بتاع
تقويم اسنان يكون شغلته تقويم يعني 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 تخصص يعني يعني احنا وي بيليف في السبيشاليتيز طبعا صحيح. فانا مش للدكتور سنان عادي اروح دكتور استاذ تقويم اسنان ويكون حد اروح اوري له الحاله وامشي ورا كلامه لانه غالبا هيبقى كلامه هو المظبوط. جميل جدا الوعي ده من بدري. معانا استاذه هاني. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. استاذه منى. ايوه معاكي منى. ازي حضرتك؟ الحمد لله. تحبي تسالي دكتور خالد معاكي؟ اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. انا ابني دكتور خالد معلش عمره 30 سنه كان عنده سنه داخله في الجيوب الظهر الانفيه كويس وعملت اشعه على اساس ان يعني الدكتور قال لي لو داخله في الجيوب الانفيه يبقى ليها علاجتين. فالظهر بعد ما عملت الاشعه الدكتور قال لا هي مش داخله في الجيوب الانفيه وكويسه. بعد ما خلعتها اتخلعت السنه الظهر ان السنه كان داخله على الجيوب الانفيه ابتدى ابني وهو نايم ابتدى يشخر ابتدت فيه ميه تنزل من رئته الفسترة. طب ايه اللي ممكن اعمله؟ ده حضرتك بقى له قد ايه الموضوع ده؟ دلوقتي احنا دخلنا في السنه والله وعلي. طب حضرتك قاعده ساكته لمده سنه ليه يا فندم؟ نعم حضرتك قاعده ساكته لمده سنه ليه؟ ابدا ده انا من دكتور لدكتور بتشخص يعني لا مش حضرتك يعني بص حضرتك زي ما بنقول دلوقتي في تخصصات دكتور يقول لي عمليه ولحميه ودكتور يقول لي حساسيه في السن. لا حضرتك رحتي لدكتور سنان بتاع مجزله فيشل بتاع فك وجه وفكين؟ لا انا رحت الدكتور. لا بص حضرتك يعني احنا النهارده دلوقتي في تخصصات يعني هو دي حاجه بنسميها اورا انتل فيسترا بيبقى الجذور بتاعه الضرس داخله جوه الجيوب الانفيه فالمفروض ان هو لما بتتشد السنه بتعمل فتحه ما بين الجيوب الانفيه والفم نفسه فتلاقي حتى لما يشرب ممكن حاجه تطلع من مناخيره وهكذا حضرتك فدي المفروض وقت الجراحه يعني المفروض ان وقت ما اتشالت السنه دي بيتعمل العمليه ايميديتلي تسد الفتحه دي. انا ما كنتش اعرف حضرتك. ما طبعا حضرتك ما تعرفيش من عارف. لا انا رحت الدكتور تاني كمان عملت له تنظيف وحشيت له ضرس جوه. لا بص حضرتك على وعسى يكون منهم. لا بص حضرتك هو حضرتك معلش انا يعني حضرتك في دكاتره متخصصين في اللي هو جراحه الوجه والفكين وده تبقى حضرتك لو تحبي تيجي في الكليه عندنا طب اسنان جامعه القاهره وتيجي اسم الجراحه وتعيني الحاله حضرتك هتيجي هناك هتلاقي اساتذه اجلاء وممكن حضرتك هيدوكي ادفايس تعملي ايه اسكندريه حضرتك حضرتك ممكن تروحي جامعه اسكندريه برده ما فيش مشكله يعني بص حضرتك يعني اساتذه برده جامعه اسكندريه ما فيهاش يا دكتور بره والله بص حضرتك انا افضل حد يكون بالعكس جامعه اسكندريه انا عارف ان فيهم مركز بتاع وجه وفكين متطور جدا 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 الى اقصى درجه ده عاملينه من قبل ما احنا عندنا في مصر نعمل انا مش مصريه يعني مش مهم يا فندم لا احنا بندي خدمات لكل الناس حضرتك يعني بالعكس يعني مصر مش بس حضرتك المريض مريض مهما كان الف سلامه على ابنك طبعا لازم تروحي على طول وان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه بالشفاء ان شاء الله. نرجع لموضوعنا الاساسي ازاي المريض يا دكتور يعرف ان العياده دي معقمه ونظيفه وخصوصا ان في امراض حضرتك هتقول لنا عنها برده عشان الناس يبقى عندها وعي. بص يعني هو ازاي يعرف دي مجالها واسع خلاص بس انا هنقول مبدئيا انا هعتبر نفسي انا مريض وداخل عند دكتور سنان انا مش هدرك اكتر من كده. لو انا داخل عند دكتور سنان انا في حاجات بكريتيريا بخش عليها انا دخلت قعدت في المعايير للدكتور اخش اقعد على الكرسي انا قعدت على كرسي السنان انا في عندي ادوات محطوطه قدامي هي الادوات دي محطوطه في كيس تعقيم مقفول ولا مش محطوطه في كيس تعقيم مقفول يعني في بعض الدكاتره فيهم حاطين كوبايه كده فيها مش عارف حاجه كده بتحطها سافلون مش عارف ايه يعني زي زمان يعني فلازم يبقى مثلا كيس مقفول في الادوات اللي بيستعملها بيلاقي الحوض نظيف الدكتور لابس جوانتي جديد نظيف مش جوانتي مثلا مستعمل لكل مريض جوانتي لازم طبعا يعني انا لما برد على التليفون بغير الجوانتي يعني انا لو جالي تليفون وعيني يعني اضطريت ان انا امسك السماعه وارد وانا بشتغل لازم اقلع جوانتي وارمي الجوانتي ده خالص. لو انت مسكتي حاجه على الترابيزه اللي جنبك يعني انت بتشتغلي بوق العيان لو مديتي ايدك ومسكتي اي جهاز جنبك المفروض بغير الجلافز لان انت مش ضامنه برده ممكن يكون في ايه هيبص على الدكتور نفسه لابس جوانتي ولا لا لابس ماسك على وشه ولا لا الادوات شكلها عامل ازاي المساعد اللي واقف جنبه شكله ازاي جهاز التعقيم نفسه وفي الاخر الضمير هي مساله ضمير طبعا لكن في اخذ بالاسباب والاجهزه بس انا البيرسونال ايفالويشن كل واحد ليه مقدره شخصيه ان هو بيخش بيبص لكن ممكن واحد يكون عامل كل حاجه بس ما بيعقمش يعني عارفه في حاجه ضمير عايزين حضرتك تدينا فكره عن الامراض عشان برضو الناس تبقى عندها يعني بص حاجة وعي هو مين بس هناخد تليفونين استاذن حضرتك بس ريتا مساء الخير السلام عليكم عليكم الصحة والسلامة وبركاته صوتك واطي قوي يا ريتا لقيت واحدة صوتها أوطى مني ريتا اتفضلي عايزة أسأل الدكتور سؤالين صراحة اتفضلي حبيبتي السؤال الأول أنا عندي بنتي عندها سنة عندها أربع سنان فوق وأربعة تحت أنا جبت لها فرشة أسنان صاف ومعجون أسنان خاص بالأطفال
لما باجي يعني انا عايز اعودها من دلوقتي تنظف سنانها، يعني تنام واسنانها نظيفه. حلو قوي. لما باجي انظف سنانها بتاكل المعجون، ما بترضاش تخليني انظفه كويس يعني. فدي مش عارفه اعمل يعني. طيب استاذه ريتا بنشكرك وهنجاوب على سؤالك، بس ناخد محمد بقاله كتير. مساء الخير استاذ محمد. اهلا وسهلا بيك يا فندم، اتفضل. اهلا بحضرتك. الحمد لله. دكتور معلش استاذن حضرتك، هي المشكله قديمه شويه. اتفضل. انا عندي 33 سنه. يعني من 3 او 4 سنين لاحظت ان الناب بتاعي، الانياب بتاعتي مش كامله طول، يعني نازل منها بس 3 او 4 مللي مش اكتر. فرحت عملت البانوراما ديجيتال تعليمات الدكتور، لقيت ان دي الانياب اللبنيه، الانياب المستديمه في عظم الفك مايله. كويس. فكان قدامي حل من اثنين على كلام نصيحه الدكتور، ان انا اشيل الانياب اللبنيه وانزل ببريسز، وده الحل الاصح. بس للاسف مش هو اللي انا عملته، يعني نتيجه ظروف سفر و و و شلت الانياب اللبنيه وعملت تركيبه على امل ان الانياب المستديمه ما تنزلش. نزلت واحد منهم، نزل من ورا التركيبه ده بقى له حوالي سنتين، ونزل منه 3 4 3 مللي مش اكتر، وستيل ثابت. وسوري الثاني ستيل في عظم الفك، يعني بعد ما عملت بانوراما من كم شهر، 8 شهور مثلا حاجه كده، والوضع ثابت، مفيش الم، مفيش ضغط على حاجه. طبعا. يعني اللي بنصح بيه مش عارف انه الاصح، ان في مدرسه ان الحاجه دي لازم تتشال جراحيا، وفي مدرسه ثانيه اللي مش وجعك سيبه. مش وجعك سيبه. خليك معانا يا محمد عشان الدكتور هيجاوبك، وعشان لو عايز يسالك على سؤاله طويل يعني. لا بس انت دلوقتي، هو السؤال بس يا محمد حاجه، يعني انت دلوقتي الناب اللي طلع ده خابط في التركيبه؟ لمسها من ورا. لمسها يعني هو هيتجه يطلع طبيعي جوه البق، ولا يفضل زائد يعني زائد في التركيبه نفسها؟ يعني هو دي انا مش قادر اقدرها الصراحه. طب بس محمد، انا اقول لك الموضوع باختصار. الموضوع باختصار، انت اوريدي بردت سنتين عشان تحط مكان الناب اللي انت عملته. سنه ودرس ما انا فاهم. ما انا عارف، انا بقول لك بردت، يعني اضطريت انك تبرد سنتين يعني في البق عشان تركب مكانهم ناب. فالنهارده عشان اجي اقول لك شيل التركيبه، انت هتفضل برضو نفس الـ يعني انت محتاج تقويم، يعني برضو انت عشان الناب اللي طالع ده، وهتحتاج برضو انك تشده بتقويم. هي التركيبه لا تشغلني باي حال من الاحوال، انا عايز الاصح. ما هو بص يا محمد، يعني لازم نستنى لغايه لما حاجه تيجي لغايه عندنا جاهزه، يعني مينينج انت النهارده لازم تاخد قرار في حاجتين، يا اما زي ما انت بتقول هتفضل ساكت وتشوف الناب ده اتجاهه يمشي ازاي، يا اما انك انت هتبتدي انك انت تتجه تاني اللي ما عملتوش قبل كده، وتبتدي تفتح السقف الحلق وتشد النابين ان هم ينزلوا وتفك التركيبه دي وتعمل. طبعا في سكه طويله وفي سكه، فانا اعتقد انت خدت القرار بتاعك من زمان. فانت كل اللي تعمله دلوقتي انك انت تاخد بالك ان الناب ده ما يسوس، يعني هي دي اهم حاجه النهارده في الموضوع. الناب اللي طالع مزنوق في التركيبه ده ما يجيش عليه اكل، لازم يبقى بتنظف اول باول بالنظام، وانت هتلاقي كل حاجه بالزمن وضحت نفسها. يعني لقيت ان هو بيزوق اكتر من كده، وانت خدت القرار بتاعك انت انك تشيل وتسيبه ينزل بطريقه تقويم، بالرغم انك انت هيفضل عندك تربوشين اللي ركبتهم هيفضلوا موجودين زي ما هم، اوكي عايز تسيب الناب لغايه لما يطلع ويطول، وبعدين لقيت اتجاهه مش مظبوط وعايز تشيله خالص، دي حريتك الشخصيه، لكن انت اوريدي خدت القرار ولا بد من تحمل نتيجته. تمام. بقاله شهور يعني ثابت على وضعه. ما عشان كده بقول لك الواحد يستنى، هياخد القرار بعد ما يشوف الدنيا ماشيه ازاي. نستنى احسن. بنشكرك يا محمد جدا. ودكتور كان في سؤال ريتا بس نجاوب عليه، كان بتقول ان 4 سنات فوق واربع تحت. هو بص، هو معجون الاسنان، يعني طبعا معجون الاسنان بتاع الاطفال المفروض ان هو معمول عشان يتبلع، يعني يعني هو تلاقيه فروت، تلاقيه طعمه فراوله، طعمه شرس كده، هو معمول كده، فهو ما حطش كميه كبيره، احنا مش محتاجين نحط مثلا كميه كبيره من معجون الاسنان. بس بام عندها وعي بتحاول تدرب بنتها على انا مبسوط قوي، بس اكيد هي عانت برضه يظهر. فعشان كده هي، ودي حاجه كويسه، احنا بنطلب من كل الناس ثقافه جميله، ما تقلقش. تحط حبه صغيرين قوي من المعجون وسيبيها تبلعه، يعني يمكن لما طعمه اللي بيخليها توافق ان هو يتحط جوه بقى. اكيد. ودي حاجات مخصوص للاطفال. ما دام الاطفال خلاص. معانا استاذ مدحت، مساء الخير. اسعد، مساء الخير. اهلا، مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. تحياتي لشخصك وشخصيه. الله يخلي حضرتك يا فندم، اتفضل. من فضلك، انا عندي مشكله قديمه جدا، انا من حرب الاستنزاف كنت اتكسر الفك عندي 4 اجزاء. وجبسوه، حاولوا يحتفظوا باسناني، ولكن مع الوقت ابتدت الاسنان دي تندثر واحده واحده لحد ما بقياش فيه خالص، ومركب فك صناعي. او القائم الصناعي خلاف الفك الصناعي، قالك كان دخل فيه مسامير ودخل داخل الفك الصناعي. مشكلتي دلوقتي، كنت الجزء التحتاني كنت مركبه على كوبري،
وكان ثابت فكنت قادر اعيش بيه. اللي فوقاني ما كانش بيتعبني. الجزء الكوبري ده اتكسر واصبح بقي بلاش قادر، والالم لدرجه لو بلحت التك كله يوجعني، فمش عارف اعمل ايه. هل في زراعه دلوقتي جديده؟ كانوا بيقولوا في زراعه تثبيت، فمش عارف. يا ريت حضرتك تفيدني اعمل ايه دلوقتي، اللي انا عايش في مرار، بخس جامد ومش قادر اكل وتعبان جدا. لا طبعا بحي حاجه عشان بطل من ابطالنا، وطبعا بصراحه يعني رياضي في الصحه، وبرده حضرتك يعني من حقك علينا ان احنا يعني نريحك في حاجه. لو تجي لنا برده في الكليه اهلا وسهلا، وحضرتك هتاخد كل استشاره. طبعا هو في اشعاعات بتتعمل بتوضح العظم بتاع الفك وضعه ايه، وبعدين طبعا لازم في مواصفات معينة عشان الزراعة. لازم حاجة تشوف وتشوف اشاعات. بس حاجة هو طبعا لو جي عندنا احنا بنقدم خدمات لكل الناس، ممكن بتعاوم الاقسام كلها، جراحة مع التركيبات مع كده، يتشاف ايه اللي ممكن يتعمل. ومش محتاج ان هو يقعد يتعذب يعني 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 تمام. ممكن اهلا وسهلا اي وقت، واحنا هنحاول نتصرف. سواء يبقى النصيحة يعني دايما، يمكن بزق دايما ناحية الجامعة، مش عشان حاجة، مش تقليل في اي حاجه، بس يعني طبيعتنا ان احنا في العلم طول النهار وابديتد او البول، فبنبقى شويه الى حد ما مش ملناش اراء غريبه يعني، دايما بنبقى بنحاول نبقى فير ونريح اللي قدامنا. اكيد اكيد. فمش تحيز والله، بس يعني هو نوع من ريح النفس. حضرتك استاذ مدحت هتروح بقى جامعه القاهره وهيتولى الحاله بتاعت حضرتك، الف سلامه. ومعانا استاذه بسيمه، مساء الخير. الو، اهلا، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، ازيك؟ اهلا وسهلا بيك، الحمد لله تمام. تحبي تسالي دكتور خالد عزت ايه سؤالك يا فندم؟ طب حاضر، اتفضلي اتفضلي. ايوه دكتور. الدكتور مع حضرتك. اهلا وسهلا. مساء الخير يا دكتور. اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. انا كان عندي درس في الاخر مركبه له طربوش، وبعدين اتكسر، فرحت للدكتور فشل الطربوش وحط لي طربوش ثاني. الطربوش بقاله شهر مش طايقه اكل عليه. بص حضرتك، حضرتك رجعتي للدكتور تاني؟ برجع له كل 15 يوم. قال لك ايه؟ يقول لي روحي تعالي بعد 15 يوم. طب الالم ده من ايه دكتور الحقيقه؟ مش ما دام ماشي اسبابه. ما بصي، عشان احنا نحكم على حاجه، ما انا مش طايقه اكل عليه ولا اشرب ميه ولا اكل حتى عيش. لا حضرتك يعني ليه علاقه بالميه كمان ولا بس مع المدره؟ ولا ميه ولا اي اكل. طب هو الطربوش الجديد اللي تركب ده بيتحرك ولا ثابت؟ لا مش هو بيقول لي انا مركبه مؤقتا. لا يعني هو حاجه يعني في هزه في الضرس، في لخلخه؟ لا مش حاسه بلخلخه. طيب في الم بيسمع مثلا في الودان؟ ايوه، وفي السنان اللي جنبه. وفي السنان اللي جنبه. طب حضرتك شايل العصب بتاع الضرس ده؟ لا خلاص يا فندم، انا كنت مركبه قبل كده وكان بيركبه فوق العصب. معلش، ما هو بصي حضرتك يعني فوق العصب المنتهي او تعبان. هو غالبا هو في الاول كان الطربوش كان معمول على ديس العصب بتاعه مش متشال، وبعدين اتكسر فركب واحد تاني. فهو طبعا المشكله شكلها مش في التركيب، المشكله العصب اللي لازم يتعالج، بما ان الديس مش بيتلخلخ ومفيش مشكله حواليه ومفيش ورم في اللثه، وهي طبعا الميه بتوجعها وبيسمع في الودان وبيسمع في ده تسميع. فمجرد بس ان هو بيتشال العصب بتاعه ويتركب نفس الطربوش تاني، ان شاء الله هتمشي ان شاء الله. بس الدكتور ما يعني مش متخصص علاج جذور، ف يعني تشوف حد السبب بس يعني حد تروح بس حد متخصص بتاع. الف سلام على حضرتك استاذه بسيمه، وعايز اعرف من حضرتك بقى يعني الامراض برضو عشان الناس تبقى عندها وعي، او كلنا بناخد فكره يعني هو حصل في هوجه كده، قلت لك حصل زمان قوي يعني ممكن اكتر من كام 20 سنه يعني، على حكايه التعقيم وكده. بس هو يمكن اخطر حاجه بتبقى الالتهاب الكبدي الوبائي ماني، لكن الحاجات التانية يعني زمان قالوا ايدز لا ما يتنقلش عن طريق الدكتور السنان، يعني في حاجات ما تنفعش. هو مينلي كونسرن الرئيسي بيبقى التهاب كبدي. تمام. الفيروس ده يعني بيقاوم شوية، فلازم طريقة التعقيم تكون يعني متقابلة معاه. احنا عندنا في الادوات بتاعت السنان في حاجات تنفع تخش الفرن اللي هو اسمه اوتوكلاف، اللي هو التعقيم اندر بريشر، وفي حاجات ما ينفعش لازم تبقى كيميكال ستيرلايزد، يعني تتعقم كيميائيا. وما ينفعش يعني انت المكنه بتاعتك مش هينفع تدخليها جوه جهاز التعقيم. وكل دكتور حسب ضميره بقى بيستخدم المطهرات. فهو بصراحه يعني النهارده
المفروض ان في حاجات بتخش التعقيم وفي حاجات دلوقتي بقى في وايبس موجوده شركات بره عالميه وتلاقي الوايبس نفسها مكتوب عليها انتي اتش اي في وهيباتيتس بي وهيباتيتس سي والحاجات دي كلها. الوايبس دي بيتنظف بيها الحاجه اللي هي ما ينفعش تخش جهاز التعقيم. يعني انت عندك جهاز مثلا وينفع احنا يعني سؤال سريع ايه الوقت سرقنا اللي انا كمريض اخد معايا حاجتي زي ما بعمل في حاجه البيديكير عند الكوافير وكل واحده ليها عيب. انا بحس انها عيبه يعني على الدكتور يعني مش المفروض. بص حك انا قلت حك من الاول الموضوع موضوع ضمير ليس اكثر او اقل. مظبوط. يا اما المفروض يا بصر في الدكتور يا ما بصرش في الدكتور. مزبوط. لكن انا النهارده يعني ما ينفعش اخش على واحد يعني مثلا انت عازماني على الغداء اخش معايا اكلي ما هو برده يعني فاكر زي ما بينفعش. فالنهارده انا المفروض بقدم لك السيرفيس كاملة. انا لو كلمت مع الدكتور بصراحه وحسيت ان في حاجه مش مظبوطه وحاسس ان عندك وعي كمريض وهو طبعا. المفروض ان هو يتقبل ويبتدي ان هو يريحني، هو عايز يكسبني كبيشنت او يحافظ عليا كبيشنت. فالمفروض ان دي حاجه يعني لو بداي العيان زي ما بقول اللي مضايقه حاجه المفروض يشتكي. دكتور خالد عزت استاذ طب الاسنان بجامعه القاهره بنشكر حضرتك نورتنا. وبعد الفاصل بيكون معنا ياسمين سامي من القاهره هتعمل مسقعه و شرفونا ان شاء الله بعد فصل الست وفقره الستات ما بيعرفوش يطبخوا.